صباح النصر على استحقاق. انا فاكره كويس قوي يوم الاربعاء انا وكريم لما كنا مع حضراتكم في نهايه الحلقه ونهايه الاسبوع اللي فات، كنا بنقول ان شاء الله نيجي يوم الاحد وكالعاده الاهلي يسعدنا ويشرفنا ونيجي نقول صباح النصر وقد كانت، الحمد لله رب العالمين. يعني فرحه ما بعدها فرحه. ليه بقى؟ الاسباب كتيره جدا هنتكلم طبعا يعني على مدار الحلقه فيها، لكن فعلا فرحه وفوز على استحقاق ونتيجه اكثر من رائعه، ولو ان انا توقعت 3-1 بس 4-1 ما يضرش. صباح الخير يا كريم. اكيد ما يضرش خالص، اكيد ما يضرش. صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد لن تخلو من الحديث حول كل التفاصيل اللي شفناها واللي استمتعنا بيها واللي سعدنا بيها في لقاء الاهلي والزمالك على الورقه والقلم زي ما بتقال، يعني على الورق زي ما بتقال. فكره ان انت داخل اللقاء في الاخر هو تحصيل حاصل زيه زي الماتشات المتبقيه للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بالنسبه له مفيش حاجه اسمها تحصيل حاصل. ما بالكم بقى لما يكون كمان الطرف الثاني في المعادله او في الجمله هو نادي الزمالك. طبعا كلنا سعدنا باللي شفناه وتابعنا مباراه قويه جدا، اكيد زي ما كنت بقول لكم من شويه كده كده هنقف مع حضراتكم اكتر من مره عند كل التفاصيل اللي شفناها واستمتعنا بيها في هذا اللقاء. بالمناسبه حلقتنا النهارده كالعاده هيكون فيها ان شاء الله فقرتين حواريتين. الفقره الاولى اعتقد تهم كل الناس المهتمه بالفتنس وبرياضه كمال الاجسام ورفع الاثقال والنوع ده من الامور. كابتن احمد عصام مدرب اللياقه البدنيه وكمال الاجسام هينورنا ان شاء الله في الفقره الاولى. اما الفقره الثانيه هيكون معانا فيها كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق، وده بقى اللي هنقرا معاه اللي فات واللي جاي. بس احنا عندنا كلام كتير جدا لان كان في كمان احداث قبل المباراه حصلت، وفي احداث في وقت المباراه، وبعدين طبعا بعد المباراه او لاحقا، وفي كواليس عايزين كمان نتكلم فيها. لكن اكيد هنقول مبروك لكل الاهلاويه للفوز الكبير والفوز اللي بجد عن استحقاق بشكل كبير جدا على حساب طبعا نادي الزمالك. اللي عايز اقول لحضراتكم ناس كتير كانت متوقعه بالمناسبه سكور عالي، يعني لما كنا بنعمل استطلاع راي ولما نزلنا سالنا جماهير النادي الاهلي وعرضنا التقرير ده حضراتكم، مفيش حد كان بيقول مثلا تعادل او 1-0 او 2-1، كانت الناس بتتكلم من 3 لما هو اعلى من كده كمان. فمباراه كان في الى حد كبير انتظار ليها وتشويق ليها كبير، وزي ما كريم كان بيقول وزي ما كلنا عارفين هو يعني اللقاء ده دايما بيكون لقاء القمه، بيكون مهما كانت بقى ترتيبك في الدوري مختلف، في تراجع في موسم ما لاي حد من الناديين، لكن في الاول وفي الاخر برضو بيبقى هذا اللقاء لقاء استثنائي، بدليل حتى وان تم حسم الدوري قبل يوم الخميس، ولكن برضو ما فيش حاجة اسمها كده. الجماهير كانت يعني كاملة العدد زي ما بنتقال بالساعة طبعا المحددة والمتاحة، وكانت الناس كلها بالتشجيع لحضراتكم. المشهد اللي شفتوه بصراحة على الصعيدين سواء جماهير نادي الزمالك أو نادي الأهلي كان مشهد محترم وكان مشهد جميل، وفي فيديو كانوا جايبينه تحديدا ده اللي عجبني، وده لقيت أهلاوية بقى بجد بالألفات مشيرينه يا كريم. لما كانوا جايبين في حد كان بيصور بتليفونه الهتافات بتاعت جماهير نادي الزمالك، أنت عارف الجول بتاعنا اللي جه في الاول في اول دقيقه ونص ده، فكان ناس بتصور، واحد بيصور بالصدفه جماهير نادي الزمالك وبيصور اول ما جه الجول، هو ما كانش الكاميرا بتاعته على الملعب، فايه اللي حصل؟ جماهير نادي الزمالك كانت بتشجع بحماس جدا، اول ما جه الجول يعني جت زي صدمه سكوت كده، فقام جاب الموبايل بعد كده الكاميرا بتاعته على الملعب وعلى جماهير نادي الاهلي. طبعا شوف بقى المشهد الكروي الحلو بالمناسبه، يعني هي دي الرياضه في الاول وفي الاخر، انت بتبقى بتشجع من قلبك لما بيحصل اي مس باس، لما بيحصل جول فيك او انت بتجيب بالفريق بتاعك بيحصل جول معين، شوف المشهد بيختلف ازاي على مدار طبعا التشجيع او على شكل التشجيع. فكان مشهد عجبني جدا. بس قبل برضو ما نخش انا وكريم ونتكلم في مزيد من التفاصيل، انا عايز اتكلم معاك يا كريم برضو في طبعا اللي حصل قبل المباراه، وطبعا وفاه والد مروان عطيه كان يوم المباراه، يعني يوم المباراه الصبح توفى والده. طبعا مروان كان من التشكيل الاساسي في المباراه، طبعا الله يرحمه ربنا يصبر طبعا مروان واسرته، لكن برضو حدث طبعا كان محزن بشكل كبير، واكيد ده اللي منع مروان ان هو يكون يعني متواجد، رغم ان احنا كنا سامعين ان هو كان بيقول ممكن يلعب وغيره، لكن طبعا ما فيش حاجه زي كده في الظروف اللي بيمر بيها الناس والنادي والجماهير كلها بتبقى متفاهمه طبعا، ربنا يصبر يا رب. يعني من الاخبار برضو عشان ما ننساش لازم نبارك لكريم فؤاد، كان فرحه بالامس وكان مشهد جميل جدا، وزي ما بيتقال بقى الاهلاويه كلها احتفلت بالفرح ده، لان انت جاي فرح بعد فرح، يعني كريم فؤاد احتفل بفرحه. ويمكن كمان من التصريحات اللي عجبتني جدا لوالده لما كان بيقول انا النهارده بحتفل بزفاف
زفاف ابني، بس الفرحه فرحتين لان احنا لسه كسبانين، او فرحه الاهلي وفرحه زفاف طبعا. كريم، فيعني عارف توقيت كان رائع بصراحه. مليون مبروك وبالرفاق والبنين ان شاء الله، وباذن الله ربنا يسعد له ايامه يعني. اتفرجت انت على الماتش فين بقى؟ اتفرجت على الماتش في البيت في التلفزيون. في البيت وبعدين برضو زي كل الناس اللي شافت الماتش، انت عارفه بتبقي لسه ايه، بترستقي نفسك في القعده، هوب جول حسين الشحات ودنيا الدنيا اتقلبت، ما لحقتش. بص اقول لك على حاجه، والله بجد احلى حاجه في الماتش ده الاجوال بتاعته، رغم بقى ان حد يجي يقول لك بس ضيعنا كام فرصه، مش زعلانين، احنا مبسوطين جدا من الاربع اهداف. وفعلا انت اللي بتتكلم، الجول الاولاني كلنا يعني انا كنت بتفرج مع ناس قرايبي ومع والدتي وغيره، وكنا لسه بنظبط القعده بقى في البيت وبنحط الفشار وبنحط القهوه ومش عارف ايه، وفجاه الناس لسه ما قعدناش، ما خدناش قعدتنا، وجول جه. انت مش متخيل البيت كله طبعًا. كان عامل ازاي طبعًا. فرحه جميله، فرحه معتاده بالنسبه لنا، ان شاء الله كمان يعني يبقى اللي جاي افضل، لان تصريحات برده كولر بتبقى رائعه بصراحه. هو برده اتكلم عن ان احنا حققنا حاجات كتيره جدا مهمه، بس لسه بينتظرنا حاجات تانية اهم. فيعني الف مبروك مره كمان لينا جميعا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد زي ما كنت بتكلم لسه في تفاصيل كتير هنكلم حضراتكم فيها. ده مستر كولر قال في المؤتمر الصحفي، ما معناه ان لا يعني ان لسه الدوري لم ينتهي بعد. احنا بالنسبه لنا انتهى بالفعل، ومن قبل يوم الخميس كمان، بس طبعا كلنا فرحانين اكيد بال يعني التألق اللي احنا شايفين عليه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، والثبات اللي هو عليه، والثقل اللي اللعيبه فيه. بجد احنا بقالنا فتره مش قليله مستمتعين بان روح الفانيلا الحمراء دايما، بس مش بس حاضره وبترفرف كمان على ارجاء الملعب، وحاجه عظيمه جدا. والمنظومه المعتاده بقى ال1 2 الاكثر من ممتاز بين النادي الاهلي وبين جماهير النادي الاهلي اللي دايما موجوده في ظهر اللعيبه. لسه عندنا ماتشات متبقيه بطبيعه الحال، والحقيقه لما نتكلم عن الموسم ده بشكل عام من اول لغايه اخره، هنلاقي ان كولر والجهاز الفني واللعيبه الحقيقه نجحوا في رد الجميل للجمهور اللي فضل واقف جنبهم، ويقدموا بالتالي ارضاء لهذا الجمهور مستويات رائعه على مدار الموسم كله. عجبني تصريح كولر لما قال زي ما كنت بقول لكم من شويه ان الموسم يعني ده بالنسبه له لم ينتهي بعد من ناحيه، ومن زاويه تانية قال ان الموسم ده عامل زي تورته الشوكولاته اللي كل حاجه فيها رائعه وجميله، ووعد الجمهور ان شاء الله بالافضل الفتره اللي جايه. طبعا تتويج الفريق بلقب الدوري جاي بعد جهود كبيره جدا، وبعد الفوز على الزمالك، ودي في حد ذاتها طبعا خطوه مهمه لمواصله الانتصارات وانهاء الموسم دون اي خساره باي حال من الاحوال، وتحقيق ارقام قياسيه جديده للنادي الاهلي. مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، عوده الدرع من جديد لبيته ومطرحه. وكمان مهم نتكلم عن حراس المرمى اللي الحقيقه في الفتره الاخيره كمان من الموسم قدموا يعني صوره ممتازه واداء اكتر من استثنائي الحقيقه، ابتداء من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء اللي تالق مع منتخب الشباب في بطوله افريقيا. شفنا ازاي ان كل الحراس الحقيقه بيتعاملوا مع بعض كاسره واحده، واضحه قوي عليهم كلهم ان المصلحه الاهم والاولى عند كل واحد فيهم على حده هي مصلحه الفريق. اكيد الكلام عن جماهير النادي الاهلي بقى لا يتوقف، هم دايما السند واللاعب رقم واحد في اي ماتش في اي بطوله في الموسم ده وفي اي موسم. احنا الموسم ده كان عندنا تحديات كتير في دوري ابطال افريقيا والدوري الممتاز اللي الحقيقه نجح الفريق في التتويج بيه واستعاده لقبه من جديد. على ذكر الجماهير، تعالوا نروح نشوف الجماهير قالت ايه وايه الرساله اللي بعتوها للنادي الاهلي بعد حسم لقب الدوري. بنشكر طبعا الفريق كله، جهاز فني واداري، بنشكر مجلس الاداره اللي هو وصل الفرقه ان احنا ناخد في اخر 10 سنين 3 4 بطولات افريقيا ومسيطرين على الدوري، فدي حاجه عظيمه جدا لنادينا. اقول الف 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 مبروك وعقبال البطولات القادمه. والاهلي طول عمره ما بيشبعش بالبطولات، 43 عايزين ال 44 وال 45. الف الف مبروك الصراحه، يعني احنا استفدنا من السنين اللي فاتت، احنا كنا بعاد عن الدوري، واحسن تتويج للدوري يعني بالنسبه للجماهير الاهلاويه ان احنا يعني حطينا زي كده شيري اون توب، يعني ان احنا خدناه كمان بسكور حلو قدام الزمالك. اول حاجه مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لاداره الاهلي، وبنشكرهم على كل الصفقات اللي عملوها الناجحه، وان شاء الله بالتوفيق دايما، وان شاء الله البطوله الجايه بتاع كاس العالم ان شاء الله باذن الله تبقى هي ديت ان شاء الله نحقق فيها مركز اول ان شاء الله ومركز ثاني. طبعا دي حاجه جميله جدا، وانا شايف ان مارسيل كولر غير كتير وحقق حاجه احنا كانت
بقى لنا سنتين مفتقدينها، لان الدوري ده حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان هو حقق بطولات تانية جنبيها، وده في حد ذاته نجاح. انا شايف ان هو مش مبالغه بنسبه 400%. الف الف مبروك، و... ودايما من انتصار لانتصار يا رب كده دايما. ونادي القرن مبروك، وبرده حسين شحاته اول جونين كانوا حلوين برده، ويعني مبروك للاهلي، وكنت بشجع، وبرده يعني الاهلي هيبقى الاول ان شاء الله. مليون مبروك للنادي الاهلي والمجلس الاداره اللي مشرفنا، وانا من اول ما بخش من باب نادي الاهلي بحس بالسعاده، وبحس ان انا في مكان بصراحه مريح جدا. ببارك للنادي الاهلي بطل ابطال افريقيا وبطل الدوري المحلي 43 مره، وببارك للكابتن محمود الخطيب والساده الاعضاء مجلس الاداره، وببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم بصراحه. بصراحه انا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، اولا مبروك للجمهور الجامد اللي يعني على طول في ظهر النادي الاهلي، وجمهور طبعا انا برضو اقول مبروك لمجلس الاداره بالكامل، ومبروك للنادي الاهلي. طيب، من الملفات المهمه اللي احنا برضو عايزين نتكلم فيها حاجه امبارح حصلت او بالامس تحديدا، واحنا بنتكلم كمان عن يعني اعتاب خلاص موسم جديد، خلينا نروح للخبر اللي انا بكلم حضراتكم فيه ده، والناس كتير شافت ان هو خطوه برضو جيده. امبارح تحديدا ارسل النادي الاهلي خطاب للاتحاد المصري لكره القدم، بيطلب فيه ايه؟ بيطلب فيه ضروره مضاعفه الاهتمام والعمل على تطوير منظومه التحكيم بشكل عام، وبما يخص هو اتكلم تحديدا كمان عن حكام الفار. هو قال كده تحديدا في الخطاب ان هو سبق ان هو ارسل النادي عده يعني خطابات بخصوص منظومه التحكيم والارتقاء بها لارساء العداله بين الفرق المتنافسه، كلام كل حد دلوقتي جميل جدا، لكن تلاحظ في المباريات الاخيره ان اخطاء التحكيم او الحكام المؤثره ما زالت قائمة مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، خاصة أنت بتتكلم من جانب حكام تقنية الفيديو، ومنح هنا كل فريق، ما هو بيطالب النادي الأهلي يعني يتم منح كل فريق حقه المشروع. فالنادي الأهلي طلب من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل كمان فكرة انطلاق الموسم الكروي الجديد، عشان انت بتتكلم لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية في كافة المستويات. ده كان الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي. طيب، على الصعيد الثاني، أولا قبل ما أروح للصعيد الثاني أنا بس عايزة أقف شوية. النادي الأهلي بيتكلم في حاجة يمكن مش النادي الأهلي بس اللي حاسسها، أو جماهير النادي الأهلي هي اللي شعر بيها منفردة، لا، فكرة التحكيم والأخطاء التحكيمية والمشاكل التحكيمية اللي على أساسها رحنا استدعينا في الأول كلاتنبرج، وبعد كده التجربة لم تنجح، وبعد كده جبنا بيريرا، فأكيد ده بيدل أن أنت عايز تطور منظومة عندك فيها مشكلة، يعني الكلام لحد دلوقتي جميل أو واضح. فهل فكرة أن إحنا يعني هل احنا لسه كريم بنتكلم في احنا لا منظومه التحكيم عندنا كويسه ولا فيها مشاكل؟ بالتالي احنا عدينا المرحله دي، كلنا عارفين ان هي فيها مشاكل. طيب، يبقى خطاب النادي الاهلي هل هو برضو الخطاب لاول مره بيتم ارساله من قبل النادي الاهلي؟ من ناحيه النادي الاهلي كريم ده مش خطاب رقم واحد ولا رقم 10. طيب، من ناحيه الانديه المصريه هل هو الاهلي بس اللي بعت خطاب زي ده بيطالب باعاده النظر في منظومه التحكيم؟ اكيد لا، كل الأندية تقريبا كانت بتعاني أو بتشتكي من المنظومة التحكيمية بليفلز طبعا مختلفة. فيبقى الخلاصة أنت عندك مشكلة في المنظومة التحكيمية. طيب، عندنا دلوقتي شخص اسمه فيريرا، هذا الشخص هو المعني بتطوير هذه المنظومة، وهو طبعا بيسعى لده، لكن ما نقدرش نحكم عليه من دلوقتي يا كريم، لأن الراجل ابتدى في النص الموسم، نقدر نحكم عليه إن شاء الله من الموسم الجديد. ما بيبقاش فيه حجة، ما بيبقاش فيه أي كلام بقى اللي هو أصل هو لسه بيشوف، أصل هو لسه بيعرف، الكلام ده تماما مش هيبقى مقبول في الموسم الجديد. احنا سبناه نص الموسم ده على اساس الراجل لسه بيفهم بيستوعب بيدرس، وده امر طبيعي، فهنحاسب من الموسم الجديد. طيب، انا اللي يعنيني في القصه دي كلها الرد اللي جه للنادي الاهلي، وده كان امبارح في الساعات المتاخره من الليل تحديدا كده، رد كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام طبعا باتحاد الكره على خطاب النادي الاهلي بشان فكره الاهتمام والارتقاء زي ما كنت بقول لحضراتكم بمنظومه التحكيم. هو قال ايه؟ اول حاجه انا بقرا لحضراتكم بالظبط، قال كده تحديدا: أي مباراة يوجد بها أخطاء تحكيمية حتى في وجود الحكم الأجنبي، والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة أثبت نجاحه أكثر من الأجنبي. ده رقم واحد. رقم اتنين قال يا كريم، قال محمود كابتن محمود البنا طبعا، يوجد، هو بيتكلم عن كابتن محمود البنا، قال قال نجح في إدارة مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك، ولا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية، وفكرة تكرار محمود البنا ليس له تأثير على الحكام الآخرين.
النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها قال لك برضو تقييم التحكيم المصري هذا الموسم لا يقل على 7/10، وطاقم تحكيم مصري بيدير نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا. هو اتكلم في كذا نقطة، يعني كونكلوجن برضو للي هو بيقوله. هو بيتكلم ان التحكيم المصري جيد جدا وربما كمان ممكن يكون بينافس الاجنبي. قال لك الاخطاء التحكيميه بتحصل مع الحكام المصريين مو مع الحكام الاجانب. اتكلم ان تم اداره المباراه بشكل اكثر من رائع، ولكن هو كان ذكر برضو بعض الامور اللي منها قال كده تقنيه الفار بتحتاج الى بعض التطوير، الكاميرات ايضا بتحتاج لاداء افضل. يبقى احنا عندنا بعض المشاكل التكنيكال اللي محتاجين ان هي يتم علاجها، بجانب بقى امور اخرى ربما هو شايف ان هي على اعلى مستوى. فكره ان هو اعطاء رقم 7/10 اوكي مفيش مشكله، احنا بنعرض لحضراتكم اللي اتقال او الرد جه ازاي. طيب بالنسبه بقى كريم الملف يعني بشكل اعم او اشمل، بيريرا لما جه وكان طبعا قبله كلايتنبرغ زي ما كنت بقول كانوا بيتكلموا في منظومه معينه وقرارات معينه، وكان كلايتنبرغ كان حاطط بعض المعايير اللي هيتم على اساسها اختيار اصلا الحكام ومنها الاختبارات البدنيه وغيره وغيره، كان مركز في كل التفاصيل دي، بس يعني التجربه ما كملتش. بيريرا بقى لما دلوقتي بيجي انا بقول لحضراتكم ما نقدرش نحكم من دلوقتي، ولكن هذا برضو الرجل بيتكلم في شق اعتقد مهم جدا. من الحاجات اللي انا قريتها وعجبتني واحنا كنا انا وانت بنتناقش فيها قبل الهوا طبعا، اللي هي فكره زياده البدلات لطاقم التحكيم وتقنية الفار والحكم الثاني وغيره. فهو بيتكلم عن الشق المادي، والشق المادي على فكرة برضو عامل أساسي، يعني عشان أطور المنظومة لازم أدي برضو ماديات أفضل، أوفر إمكانيات أفضل وغيره وغيره من الأمور الأخرى أكيد التكنيكال أو الفنية. فده الموضوع بكده بكل الجوانب بتاعته لحضراتكم، وتقدروا بقى في الآخر تحكموا هل التحكيم بيحتاج فعلا لإعادة تأهيل وإصلاح، ولا التحكيم إحنا راضيين عنه. دي بقى مش إجابتنا إحنا ومش إجابة برضو كابتن محمد فاروق، أعتقد الجماهير هي اللي هترد هنا. يعني انا واحد من الناس او واحد من الجماهير اللي ممكن يشوف ان في ماتشات معينه كان نسبه التحكيم فيها 7/10 وفي ماتشات كان 8/9 كمان، بس دي حالات فرديه استثنائيه يعني في غفله من الزمان. لكن المعتاد ان احنا في الفتره الاخيره، والفتره الاخيره دي اقصد بيها فتره زمنيه طويله يعني مش مجرد مجموعه شهور، احنا بنتكلم على مدار عده سنوات، شفنا نوع معين من المشاكل اعتقد انه مش موجود غير عندنا احنا بس. يعني في اي دوله في العالم طبيعي جدا ان يكون في اخطاء تحكيميه، لكن دي تاني نرجع ونقول بتبقى الحالات الاستثنائيه، لكن العادي والمعتاد والمفروض ان احنا نشوف كل الماتشات نسبه التحكيم فيها من اول 9.5/10 وانتوا طالعين، مش ان احنا نفرح بان في مباراه بعينها كان معدل التحكيم فيها او نسبه النجاح التحكيمي فيها 7.8/10. ده المفروض الكلام ده ينطبق على كل الماتشات. وبعدين اي مشكله في الدنيا لما نيجي نقارنها بين مكان ومكان تاني بتبقى المقارنه مبنيه اما على الكم او على الكيف. احنا عندنا المشكله في الحالتين، كما يعني في عدد المرات اللي وقفنا فيها مندهشين قدام اخطاء تحكيميه، ولا سيما اخطاء الفار اللي بالمناسبه المفروض ان هو ظهر في الحياه لاعطاء كل ذي حق حقه، لكن للاسف الشديد وفي كثير من الاحوال كان الفار ذات نفسه مصدر جدل واسع ومصدر ضياع حقوق على نوادي كتير ولا سيما النادي الاهلي، والكلام ده مش حصل مره واثنين، ده مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره. فدي من الحاجات الغريبه جدا الحقيقه، سواء يعني مش عارف. عموما ملف التحكيم ده اصله ايه مليان بص تفاصيل، ده عايز له حلقه من بابها حلقات والله. احنا يعني احنا دلوقتي كمان عايزين نروح مع حضراتكم يعني لتفصيله مهمه جدا اعتقد ان كلنا عارفينها ومدركينها ومتعودين عليها بل ومتربيين عليها في اجواء النادي الاهلي. كلنا عارفين ان النادي الاهلي دايما بيحترم الكل ايا كانت الظروف والملابسات، ما عمرناش سمعنا اي حد منسوب للنادي الاهلي قال كلمه وحشه على اي حد، سواء كان الحد ده شخص او كيان او نادي منافس. دايما كلام كل من هو مرتبط اسمه بالاسم النادي الاهلي مرتبط باحترام الكل ايا كانت الظروف والملابسات، لكن في المقابل كمان لما حد يعني يغلط فيك بطبيعه الحال لازم تاخد مسارك القانوني للرد. امبارح تقدم كل من الكابتن أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق والإعلامي بقناة نادي، وأيضا الأستاذ جمال جبر مدير الإعلام بالنادي، تقدم ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بنادي لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجاء في البلاغين اللي طبعا تقدم بهم المحامي محمد عثمان إن كابتن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة لإثارة الفتنة بين
يعني المنتمين للنادي الأهلي وأيضا لنادي الزمالك، وطالب من خلال البلاغين بتطبيق القانون لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تتسبب في الاحتقان وأيضا في إثارة المشاكل في الشارع الكروي. شوف أقول لك على حاجة، أصل يعني الواحد بيبقى عنده ردين، رد كبني آدم يعني رد كنهاوند سري لو أنا عايز أرد على الموضوع ده، بس مش هينفع أن أنا أرد عليه في القناة يعني، ولا حتى والله بره القناة خلاص، لأن الواحد ملتزم ببرضو الأسس اللي احنا بنتكلم على أساسها طالما احنا بننتمي لهذا النادي وبنعمل في هذه المنظومة. فالرد التاني هيكون رد إعلامي الإعلامي أو رد زميل لزميل أو غيره زي ما حضراتكم تشوفوها يعني. بمنتهى أو باختصار شديد كده زي ما بيتقال، الواحد بيحزن لما بيشوف هذا المستوى من الكلام والله العظيم، ومش من أي حد، لما بيشوفه من قامات يعني قامات وقامات إحنا بنحبها بالمناسبة حتى وإن كانت لا تنتمي يعني. أنا وأنا صغيرة أنا كنت بحب ميدو جدا على فكرة، وما زال مش فكرة حب وكره، الموضوع لا يقاس بهذا الشكل، زي كنت بحبه كلاعب جدا وكان بيمثل مصر وغيره، وما زلت على فكرة يعني ما عنديش مشكلة معاه أبدا، بس الواحد بيحزن لما بنتكلم بهذا الأسلوب، لما بنبتدي إن احنا ندخل الرياضة في أمور أخرى، لما بنبتدي يبقى عندنا يعني حسابات بهذا الشكل. أنا حزنت لما شفت حاجة زي كده كنهاوند، أنا بتكلم على المستوى الشخصي، بلس بقى إن أصلا ميدو يا كريم حذف التغريدة يعني حذف التويتة بعد كده، وده ما يمنعش بالمناسبة إن لو أنت كتبت أو أسأت لحد ومسحت الإساءة إن هو برضو يكمل في البلاغ اللي هو كان عمله فيك يعني. أنا ما أعرفش تفاصيل طبعا هل البلاغ مستمر ولا لا، هنطلع حضراتكم، بس فكرة إن أنا أمسح إساءة بعد ما خلاص أصدرتها والعالم شافها أو الناس كلها شافتها ملهاش قيمة يعني. في الأول كنت أركز أنا بقول إيه، من الأول كنت أركز لأن أنا قيمتي كبيرة، الناس بتبقى قيمة وقامة لازم يبقوا عارفين بيقولوا إيه، أعتقد كده. على كل حال المعلومات اللي عندنا زي بقول لحضراتكم التويتة اتحذفت، ولكن البلاغ زي ما هو موجود البلاغ قائم، لأن يعني أعتقد أن أنت كده كده الإساءة موجودة، فمش معنى أنك مسحتها الحق راح زي ما بتقال. تصرف طبيعي جدا جدا من الأستاذ جمال جبر ومن كابتن أسامة حسني أن هم يروحوا ويعملوا بلاغ، تصرف طبيعي 100%، فحنشوف في الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل. لكن تاني هرجع أقول حاجة تحزن، حاجة تحزن بصراحة. نكمل مع حضراتكم وحنروح بقى للأخبار الحلوة، ونطلع حضراتكم برضو عن بعض الرياضات الأخرى، وتحديدا بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات واللي بتستضيفها مدينة الأسكندرية. طيب امبارح توجت فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية، حاجة محترمة جدا طبعا لمنافسات فردي الشابات، وجاءت بعدها جانا الجندي لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الخماسي برصيد 1292 نقطة، وسبق مفروض من يومين كمان حققنا ميداليتين يعني واحدة ذهبية في تتابع الشباب، وحققنا فضية في تتابع الشابات، فحاجة محترمة، وهم منتخب وأبطال جمال جدا وبيسعوا كل الإمكانيات اللي عندهم بقى بغض النظر عن قيمة أو قدر هذه الإمكانيات، لكن إن هم يقدموا أرقام كمان كويسة جدا. فأعتقد إحنا في الخماسي الحديث نقدر نطمن على المنتخب بتاعنا وعلى أبطالنا، بالتوفيق ليهم إن شاء الله. كمان عندك لسه يعني منافسات عديدة، وعندك بعد كده طبعا أولمبياد باريس، فبالتوفيق ليهم ان شاء الله خير. طيب تعالوا بقى نروح زي ما بنعمل مع حضراتكم يوميا، بنطمن سوا على درجات الحراره وحاله الطقس عامله ازاي. تعالوا نشوف الحراره النهارده وصلت لكام في محافظات مصر المختلفه من خلال هذا الفيديو جراف. اتفضل. طيب دي كانت درجات الحراره، خلونا بقى نعرف المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس في الايام القليله القادمه. احنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، صباح الهنا. عايزين طبعا نطمن من حضرتك ان شاء الله يعني خلال الايام اللي جايه في الاسبوع اللي احنا فيه ده، حاله الطقس هتكون عامله ازاي؟ هل احنا عرضه لاي موجه استثنائيه، موجه حاره في الايام اللي جايه ولا لا؟ دي تفصيله. التفصيله الثانيه كمان عايزين نعرف من حضرتك ايه حكايه ظاهره النينيوم دي اللي الناس كلها بتتكلم عنها، وهل هي يعني اثر ترتب على تغير المناخ ولا هي ظاهره مستقله بذاتها؟ طيب خلينا الاول نتكلم على موجه ارتفاع في درجات الحراره، لان احنا من امس واول امس بدانا نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. أي. نعتبر اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى 3 درجات، فالارتفاع ده بيشمل كافه المحافظات
بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. كمان على سطح الأرض بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط فبتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، يعني ارتفاع في نسب الرطوبة في الجو. فاحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، دايما ارتفاع نسب الرطوبة يخلينا نحس بقيم درجات حرارة مرتفعة. متوقع خلال هذا الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، ودي طبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل. المحسوسة اللي احنا هنحسها نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني ممكن توصل المحسوسة ل 40 أو 41 درجة مئوية. المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، في كافة المناطق بتشهد ارتفاعات في درجات الحرارة باختلاف كمان نسب الرطوبة من محافظة لمحافظة. يمكن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتبقى أعلى رطوبة، وكل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل. فبالتالي على مدار هذا الاسبوع كله الجو هيبقى ضغط شديد الحراره راتب فتره النهار في معظم المحافظات، فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن مش هحس بيه غير في فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الاجواء هتبقى اجواء معتدله في اغلب الانحاء. كمان متوقع استمرار تكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. مهم جدا خلال هذا الاسبوع نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس، وخاصه فتره الظهيره من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 3-4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. فبقدر الإمكان لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب أحتمي مناطق الظل، لأن أشعة الشمس المباشرة ممكن تخلينا نحس كمان بقيم درجات حرارة أعلى لا قدر الله بتصيبنا بضربات الشمس والإجهاد الحراري. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، قصة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. بقدر الإمكان كمان نرتدي الملابس القطنية فاتحة اللون، وكمان نبقى موجودين في أماكن جيدة التهوية. يمكن بالفعل خلال هذا العام تحديدا بيأثر علينا نمط مناخي اسمه النينيو أو ظاهرة جوية اسمها النينيو. اسمها إيه؟ ده النينيو. النينيو دي حاجة طبعا. النينيو هي النينيو وعكسها اللانينا. النينيو دي هي ظاهرة جوية أو نمط مناخي بيتأثر بيه عادة في بعض السنوات، هو نسب حدوثه أو تكراره ما بين سنتين أو كل سبع سنين، يعني ممكن يتكرر كل سنتين أو ممكن يتكرر كل سبع سنين، وبيستمر معنا مدة يعني ما بين 9-12 شهر، دايما مرتبط بارتفاع في درجات الحرارة العالمية، وأهمها الارتفاعات درجات الحرارة في سطح المحيط الهادي وخاصة في المناطق الموجودة في شرق وسط المحيط الهادي. فهي حالة طبيعية بتبقى موجودة في بعض السنوات بتأثر علينا، لكن هي دايما مرتبطة لما بتبقى موجودة علينا وبتأثر على العالم كله مرتبطة ان بيحصل ارتفاع كبير في درجات الحرارة. طب هي مظاهرها ايه؟ يعني انعكاسات الظاهرة دي جاية في شكل ايه او في صورة ايه؟ هل المزيد مثلا من الجفاف للأنهار؟ هل المزيد من ذوبان الثلج مثلا في اماكن معينة؟ مزيد من حرارة الغابات؟ بقى يعني تأثيرها العالمي يعني. بالظبط، يعني ايه تفاصيل؟ هو تأثيرها العالمي هي دايما مرتبطة اكتر زي ما بتقول بارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية، فمعناها ان هيحصل تغير في الأنماط المناخية اللي احنا عتدنا عليها في السنوات الماضية، لان احنا في السنوات الماضية كنا بنتأثر بظاهرة اللانينيا اللي هي عكس ظاهرة النينيو. فبالتالي في ارتفاع في درجات الحرارة في العالم كله أو متوسط درجات الحرارة العالمية، بالتالي هنلاقي شدة وكثرة في الأعاصير اللي ممكن تحصل في المحيط الهادي أو في المحيط الأطلنطي. هنلاقي كمان ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، تكون درجات الحرارة في معظم البلدان وخاصة القريبة من المحيط الهادي ممكن في ارتفاعات وموجات ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير. عمق الظواهر الجوية هتزيد، يعني ارتفاع درجات الحرارة العالمية لما بيحصل بيؤدي لمزيد من التغيرات المناخية. احنا دلوقتي تغير مناخي وظواهر جوية عنيفة، مع وجود ظاهرة النينيو هيبقى في مزيد من التغيرات المناخية، مزيد من العنف في الظواهر الجوية اللي بتأثر علينا، لأن دايما ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي لمزيد من عمليات التبخر في الجو، وجود بخار مية في الجو ممكن يؤدي تغير في منظومة التوزيعات الضغطية. فبالتالي هنلاقي ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة
وحرائق وفيضانات في اماكن امطار غزيره ومعدلات امطار في مناطق اخرى، فبالتالي مزيد من التغيرات المناخ هي يعني. والله دكتوره منار يعني انا يعني اجابات حضرتك مخيفه الحقيقه على السؤالين اللي انا اتسرعت في ان انا سالتهم لك. يا ريت عارف لو يا ريتنا ما عرفنا لو كلمنا حضرتك صبحنا عليكي وقفلنا المكالمه على كده كانت هتبقى زي الفل. ده احنا هنتبستر مبدئيا الفتره اللي جايه ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات حراره وحاجات كده. هي ظاهره النينيو دايما تاثيرها بيفضل معانا من يعني 9 ل 12 شهر، فهي ممكن تاثر علينا خلال العام ده وبدايه العام اللي جاي ان شاء الله، وبعد كده بيأثر علينا ظاهره ثانيه بتكون عكسها اللي هي اللانينيا. اللانينيا مرتبطه باعتدال في الاجواء بسبب طبعا ان بيحصل معاها اعتدال في درجات الحراره بيحصل فيها، اللي هي الظاهره الطبيعيه اللي هي المفروض ان احنا نبقى موجودين عليها، لكن خلال هذا العام تحديدا مع بدايه العام القادم بسبب النينيو ارتفاعات درجات الحراره هي دايما الشيء المخيف ان احنا كنا بنتكلم عليه دايما في لقاءاتنا وفي مداخلاتنا مع حضرتك، ان لما بيحصل ارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه عن الدرجه ونص، خلينا نقول ان كل مؤتمرات المناخ بتاكد ان احنا مش عاوزين نزيد عن الدرجه ونص، مش عاوزين نقلل الاحترار ونقلل الانبعاثات، لكن لما مع ظاهره النينيو وجود انبعاثات فبالتالي في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره، وده طبعا زي ما قلنا في الاول مزيد من التغيرات المناخيه، يعني احنا مش عاوز اقول ان احنا رايحين على الاسوء مع مزيد من الانبعاثات اللي بتحصل، يعني مزيد من الظواهر الجويه العنيفه اللي ممكن تاثر على كل بلدان العالم، يعني احنا مش بنتكلم على جمهوريه مصر العربيه بقى. طبعا طبعا. عموما احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وما تجيلكيش في حاجه وحشه يا دكتوره منار الحقيقه. والله ده الرد. ده الرد اللي بنحاول ان احنا نتوقف بسرعه لان الكوكب هيولع خلي بالك، فاحنا نطلع فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره كمان، ودلوقتي جه ميعاد نعرف ايه اخر المستجدات والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وفرقنا اكيد المختلف. هنروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره وهتكون معانا هنا ابو القاسم مراسلتنا العزيزه جدا. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي وتفضلي، اكيد احنا كلنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. لكن قبل ما نبدا بقى اخبارنا النهارده طبعا حابه ابارك لكم يا نهاوندو ويا كريم، لان ده اول طبعا حلقه في 10 الصبح في الاهلي بعد فوزنا في مباراه القمه. يمكن انت يا نهاوند كنت توقعتي ان احنا هنفوز فرق سكور وقد كان يعني، فاكيد ببارك لكم. بصي ايوه هنا انا كنت كاتبه 3-1 والحمد لله احنا يمكن لغايه خلاص الماتش كان فاضل له بتاع 7 دقايق ولا حاجه زي كده وكان 3-1، بس ان احنا نجيب 4 ده كان خير يعني، اكيد شيء اسعدني، فمبروك علينا مره ثانيه الحمد لله. اكيد طبعا كلنا كنا سعداء بالنتيجه. خلونا بقى دلوقتي نبدا اخبارنا النهارده، والبدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم. الفريق طبعا النهارده هيكون عنده مباراه امام فريق المقاولون العرب، المباراه هتكون الساعه 7 مساء ضمن منافسات بقى الجوله ال 34 من بطوله الدوري. يعني الفريق طبعا ما كانش عنده وقت كبير للاستعداد، يوم الجمعه خاض مران استشفائي للاعبين اللي شاركوا في المباراه، ويوم السبت اللي هو امبارح طبعا كان بقى اخر استعداداتهم لمباراه النهارده. وخليني بقى اطلعكم على تفاصيل اكتر عن المران امس. كالعاده بقى مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كان المران في جزء كبير تدريبات بدنيه للاعبين، واختتم بقى المران مستر مارسيل كولر بتقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين استعدادا للمباراه النهارده. بعدها طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في المباراه النهارده. طبعا زي ما احنا عارفين انه خلاص كل المباريات المتبقيه في الدوري هتكون تحصيل حاصل، لكن بقى عشان عايزين نفضل زي ما احنا فايزين ببطوله الدوري بدون هزيمه. وكمان طبعا شفنا في قائمه النادي الاهلي عدد من اللاعبين الشباب، يعني سواء كريم الدبيس، رأفت خليل او محمد زعلوك، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يتالقوا، يعني اكيد بتكون فرصه كويسه جدا وجيده للاعبين، فبنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن كره القدم، معانا بقى اخبار متعلقه باختبارات الناشئين. المره دي بقى هتكون في الاسكندريه، يعني هيبدا بيع الاستمارات غدا الاثنين 17 يوليو، وهيستمر يوم الثلاث والاربع حتى نفاذ الكميه. الاختبارات برضو هتكون مقسمه على يومين، هتكون يوم الخميس والجمعه بمقر اكاديميه الاهلي بملعب مدارس بايونيرز الدوليه. اليوم الاول يوم الخميس هيكون من مواليد 2013 حتى 2018، واليوم الثاني هيكون يوم الجمعه وهيكون من مواليد 2007 ل 2010. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق
مواهب كرة القدم أكيد بيكونوا بيحلموا إن هم ينضموا للنادي الأهلي، فأكيد كل التوفيق ليهم. دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة اليد. ورجال كرة اليد خلاص بقى رجعوا مرة تانية التدريبات، بدأوا بقى طبعا في الإعداد للموسم الجديد بعد فترة الراحة، وكمان بقى بعض القياسات والاختبارات البدنية طبعا للموسم الجديد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم عندهم طبعا طموحات كبيرة جدا للموسم الجديد، فأكيد كل التوفيق لرجال كرة اليد. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة، والاتحاد المصري لكرة السلة أعلن عن بدء موعد بطولة دوري المرتبط. سيدات المرتبط هيبدأوا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ورجال الدوري المرتبط هيبدأوا نصف الثاني من شهر أكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أكيد الرجال وسيدات النادي الأهلي هما اللي قدروا يتوجوا بالبطولة الموسم اللي فات، والحقيقة أن سواء الرجال أو السيدات عملوا موسم كبير جدا، حتى أن سيدات كرة السلة عملوا موسم بدون هزيمة، يعني فازوا بجميع البطولات وكمان فازوا في جميع المباريات. فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وكل الفرق الرياضية المختلفة بالتوفيق في الموسم الجديد. يعني دي أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى زي ما عودناكم خلوني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 32، يعني يمكن في ارتفاع بعض الشيء في درجات الحرارة، لكن في سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. طبعا مع بقى اليوم والوقت مع الوقت يعني طبعا بتزيد اعداد الاعضاء، فتقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده. يعني دي كانت اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه كالعاده يا هنا، بشكرك جدا انا وكريم اكيد عليها، شكرا ليكي. تعالوا بقى نروح للنجم العالمي الارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي الامريكي، اللي كانت اخباره امبارح متداوله بشكل كبير جدا ولاكثر من سبب. من ناحيه طبعا فيما يتعلق بمساله المؤتمر الصحفي اللي هينظمه الفريق طبعا لتقديم ميسي النهارده، ومن ناحيه ثانيه كمان كان في اخبار عن نجاته من الموت بعجوبه خلال حادث مروري بعد ما سيارته تجاوزت الاشاره الحمراء امام تقاطع طرق رئيسي. صحيفه ميرور البريطانيه قالت انه مش معروف قوي اذا كان ميسي هو اللي كان بيقود هذه السياره ولا كان بيقودها واحد من الناس اللي كانوا معاه، لكن في الحالتين هو كان كده كده موجود داخل السياره، ولحسن الحظ الحمد لله توقفت السياره طبعا القادمه من الاتجاه المعاكس دون ان يحدث اي تصادم او يعني امر لا يحمد عقباه. طبعا ميسي كان وصل الى الولايات المتحده الامريكيه هذا الاسبوع بعد ما امضى اجازه مع زوجته واطفالهم في منطقه البحر الكاريبي، وطبعا من المقرر ان يقام حفل ضخم للترحيب بميسي بشكل رسمي النهارده. وبرده كان من ضمن الفيديوهات اللي تم تداولها اليومين اللي فاتوا بعض المشاهد دي هو داخل واحد من السوبر ماركت الكبير ومعاه ثلاثه من اولاده، ولفت النظر ان الدنيا ما اتقلبتش قوي. يعني ايه كان عديه كده امريكا يعني طبعاً ميسي شخصيه الدول. عالميه معروفه، ما فيش حاجه اسمها كده، بس برضو مش زي اوروبا، مش زي الوطن العربي. يعني هناك امريكا تحديدا ما بيهتموش قوي بكره القدم، فهو ممكن يدخل عادي في مكان ممكن ناس ما تعرفوش فعلا، لكن طبعا لو عدى هنا جنبنا يعني الموضوع مختلف، او في اوروبا او غيره طبعا. بس انا برضو استغربت ناس اخذت بالها في الاخر وهم بيحاسبوا، ده طبعا ما يحصلش او غير مألوف. يعني من الأخبار العالمية برضو الأخرى، احنا بنتكلم عن هنا أعلى رياضي دخلا في العالم، تتوقع مين؟ ما هو في غيره، هو في غيره اللي عمال أربع سنين بقالك بتحسينه كل يوم بنقعد نطرطش ملايين الدولارات واحنا بنتكلم عنه. لا والله العظيم من ساعة ما بدأنا البرنامج ده وانضمينا لقناة الأهلي وكل خبر ليه علاقة بالفلوس لكريستيانو وكريم بيبقى مركز، مش عارفة ليه. أو الراجل ساب لك كل المنطقة وراح السعودية يعني عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل فلوس. المزيد من اللي وبالتالي هو فعلا اصبح اغلى واعلى يعني رياضي او لاعب كوره في العالم دخلا. احنا بنتكلم بلغه الارقام بالظبط كده، حصل على 121 مليون يورو في اخر 12 شهر، تجاوز الرقم القياسي لميسي بلغه الارقام اللي كان بالغ 116 مليون يورو عام 2022. فده طبعا كان زي ما كريم بيقول بعد انتقال وصفقه النصر السعودي اللي كانت في الميركاتو الشتوي او الانتقالات الشتويه، يعني في صفقه انتقال كانت الاشهر تقريبا، و بتتكلم في نص يعني مقابل 200 مليون يورو زي ما احنا كنا بنتابع، يعني ده لموسمين ونص بس. ف يعني الله اكبر.
بسم الله اللهم بارك. طب حس كده بقى برضو نعرف حضراتكم من خلال الفيديو جراف ده عن اغلى الصفقات في تاريخ ليفربول تحديدا، واللي طبعا بيتصدرها فان دايك ب 84 مليون يورو وكسور، وداروين نونيز ب 80 مليون يورو وكسور. ربنا يوعدنا بالكسور يا نهاود ان شاء الله. يعني ناخد الكسور القشور زي الفل زي الفل. فضل وعد تابعوا معانا اتفضل. هنختم انا وكريم مع حضراتكم الانترو بتاعنا بخبر مهم جدا، وهو كان عن مباراه طبعا مهمه للبطله التونسيه العربيه انس جابر المصنفه السادسه عالميا. هي كانت في منافسات امبارح، طبعا كنا متابعين كمان بايام قليله قبل المنافسه ايه الاوضاع والكواليس وغيره، لكن للاسف هي خسرت لقب بطوله ويمبلتون للتنس امام المنافسه بتاعتها التشيكيه اللي كانت برضو قويه جدا بصراحه بمجموعتين دون رد. هنقول ان احنا يعني كان عندنا امل طبعا انس تفوز بيها، خاصه انت بتتكلم ان هي كان طبعا مستواها في الفترات والماتشات الاخيره اكثر من رائع في صعود مستمر طبعا. وكنا نتمنى لان هي فعلا يعني هي بترفع او هي اسم مشرفنا، هي اسم مشرف العرب في البطولات العالميه الكبرى، مش هتكلم هنا عن بس تونس، يعني مشرفه فعلا العرب، حاجه كانت يعني محترمة جدا. لكن على كل حال يعني المباراة استمرت ساعة وعشرين دقيقة، لكن هي خسرت في النهائي. وكلم برضو للعام الثاني يا كريم على التوالي، بس برضو القصة ما وقفتش هنا، عادي جدا انك تخسر مرة واثنين وثلاثة وترجع بعد كده تعوض. ده حال مش بس الرياضة، ده حال العالم كله، ده حال الحياة بالمناسبة. فيش حد بيفضل دايما على التوب او نمبر وان او اللي هو دايما بيفوز، مفيش حاجة اسمها كده ابدا يعني. فهي بس اللي اتأثر او اللي اثر فينا كمان قالتها ان هي كانت فعلا حزينه او كانت مؤثره بعد المباراه، قالت كم تصريح منهم. هي قالت اعتقد ان دي اكتر هزيمه مؤلمه في مسيرتي، لكنني لن استسلم فساعود اقوى وافوز ببطوله جراند سلام يوما ما، وان شاء الله هتحقق ده. واحنا بنقول لحضراتكم يعني احنا هناخد كلامها ده ان هو فعلا وعد، وهنيجي اليوم او هيجي اليوم انا متاكده ان احنا هنيجي نقول ان هي فازت بالجراند سلام، لان هي لا تقل امكانيات ربما. بس دايما بص يا كريمه، انا سمعت الكلمه دي من ابطال كتير جدا، ويقول لك ايه ممكن بطل رياضي ما يفوز، يجي يقول لك ايه يعني الوقت لسه ما جاش، بمعناها كده يعني بالانجلش بتترجم وقتي لسه ما جاش. انت ممكن تكون ناجح في اللي انت بتعمله، ممكن تكون بتقدم افضل ما عندك وبتسعى، بس لسه ما وصلتش للي انت بتسعى ليه، فوقتك لسه ما جاش. بس هل وقتك مش هيجي؟ لا، وقتك هيجي، كل واحد فينا ليه وقته، فوقتك هيجي بس في الوقت اللي ربنا محدده لك. فهي وقتها لسه ما جاش، لكن هي عندها الاصرار وعندها البوتنشال اللي يأهلها، ده المهم وده موجود. فيعني على كل حال هي هنت طبعا المنافسه بتاعتها، واتكلمت ان هي لعبت بشكل رائع جدا، وهي اتكلمت كمان ان هي تعرضت للكثير من الاصابات، لكن هي سعيده جدا وان شاء الله تعوض في كمان الفتره اللي جايه. فيعني تاني هرجع اقول اسم كبير، وان شاء الله يبقى ليها كمان الافضل في الفترات او المواسم القادمه يعني. وهي بالفعل قطعت شوط كبير طبعاً جدا تجاه يعني تحقيقها لحلمها، وحلمنا كلنا كعرب هو اللي اتحقق لغايه دلوقتي بالنسبه لها، ده مش قليل باي حال من الاحوال. نهواند بتقول لكم دي للمره الثانيه على التوالي اللي تخسر فيها مباراه النهائي في بطوله ويمبلدون. يعني وما بالك ما هي من امتى عندنا لاعبات اصلا كل دوره من هذه البطوله بيوصلوا اصلا فيها للدور النهائي، فطبعا ده انجاز كبير في حد ذاته، وان شاء الله اكيد باذن الله هي عندها قدره على تحقيق المزيد من النجاحات. خلونا نطلع فاصل ونرجع بقى نبتدي معاكم فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلونا نتكلم في الفقره دي عن اللياقه البدنيه وعن تحديدا كمال الاجسام. اللي من حضراتكم مهتم بهذا الملف ارجو ان هو يتابع فقرتنا دي، اكيد هيستفيد من طبعا ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا واللي هنتكلم معاه في كتير من التفاصيل حول اللياقه البدنيه وحول رياضه كمال الاجسام. منورنا النهارده كابتن احمد عصام، يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا. صباح الخير عليك يا استاذ كريم. صباح الفل. بونجور. صباح الهنا عليك كابتن احمد. الله يخليك. سعداء بيك، وملف مهم جدا، لان خليني ابدا كده من الزاويه دي، احنا عندنا مفاهيم مغلوطه جدا عن كمال الاجسام، وفكره ان انا ازاي شكلي يبقى يعني صحي وشكلي يبقى في زي ما بتقال كمال فعلا، ولكن بقى ممكن يكون داخليا انا باكل اكل ان هيلثي، اللايف ستايل بتاعي مش كويس، حاجات تانية كتيره، يبقى المظهر حلو لكن الداخلي كارثه تانية. وده ناس كتيره جدا للاسف بتعاني منه، وبلس على ده كمان في ناس بتاخد او بتتبع اساليب مغلوطه، منها اللي هي مش الفيتامينز، اللي هي بتبقى المكملات اللي منها مضر ومنها بيسبب كمان مشاكل كتيره جدا صحيه، وما بيركزوش في ده ابدا، وكل اللي فارق معاهم بس الشكل الخارجي. النهارده بقى عايزينك تقول لنا ازاي اعمل شكل سليم
تمام. وفكره اصلا كمال الاجسام بالنسبه للرجل والمراه، بس كمان ابني صح من الداخل. خلينا نبدا من هنا. طيب هو سؤال كبير اجابته عايزه حلقه انا عارفه، بس على قد ما تقدر يعني. طيب بصي، هو خلينا نتكلم ان اول حاجه ان لبدنك عليك حق. صح. فانا ربنا خلاني في احسن صوره واحسن تقويم، فانا واجب عليا ان انا احافظ على جسمي. طب ازاي احافظ على جسمي؟ اولا النيتريشن بتاعتي، الاكل هو سبب اصلا يعني سبب كل المشاكل اللي بتحصل للجسم عن طريق الاكل. بيقول لك دايما انت الاكل اللي بتاكله، يعني انت بالظبط يعني الانهيلثي بيبقى unhealthy. هو الفكره ان احنا الناس عندها مفهوم خاطئ جدا عن موضوع الاكل، لان الاكل هو اصلا هو العنصر الاساسي لبناء الجسم او الكمال الاجسام عامه. يعني انا عشان خاطر احافظ على شكل جسمي واحافظ على المستوى بتاعي وابعد عن اي مرض من الامراض المزمنه زي السكر والضغط وكل المشاكل اللي بتحصل من السمنه، هي فكره الاكل. هنتكلم عن الاكل باختصار، وهنتكلم عن الاكل بشكل يعني مجمل وسريع، تمام، بحيث ان احنا نقدر نفهم ايه الاكل اللي ممكن ناكله علشان خاطر نحافظ على صحتنا. انا ما بتكلمش دلوقتي عن الرياضه، انا بتكلم على النيوتريشن بتاعتي. احنا بنبني لسه من الداخل، يبقى اول حاجه النيوتريشن او النيوتريشن بتاعتي. اوكي خلاص. هي الرياضه هي لايف ستايل، ملهاش سن معين وملهاش سن محدد خالص. يعني انا عندي من اول ما الطفل بيبلغ مثلا 3 او 4 سنين ممكن ان احنا نبدا نستارت ان الطفل يروح يلعب مثلا الرياضه اللي انا بفضلها او اللي انا بحفز الناس اللي انا بشوفهم للاولاد، الجمباز والسباحه. للولاد والبنات. للولاد والبنات، ان هو لسه في مرحله النمو. فانا جسمي محتاج ان انا العب رياضه تخليني ان انا اواكب الحياه، ابقى انسان رياضي طالع بمستوى كويس محافظ على اللياقه بتاعتي، لان الرياضه هي اساس الحياه، هي اساس كل حاجه. يبقى انا عشان خاطر اخلي الطفل من صغره ينمو عنده فكره الرياضه، انا كده ببعده عن كل المشاكل اللي هي زي ممكن ان انا اتجه اتجاه خاطئ والجا لاتجاه مش بتاعي. بيبقى لايف ستايل، ان احنا لما بنروح الجيم حتى مش بنمارس رياضه، بنروح الجيم حتى على كبر ما بنعرفش نواظب. انا كده انا من الناس بالزبط. دي جدا يعني، فانا يعني ان انا بروح شهر اتنين وبعدين خلاص بالظبط. فانا ان انا انمي في الطفل عندي ان انا يحب الرياضه من صغره، هيفضل طول حياته وانا واثق ومطمن من ناحيته ان هو عمره ما يتجه لاتجاه خاطئ ويبعد عن اي مشكله او اي حاجه تسبب لي مشاكل للعيله وللاسره. يبقى انا اطلع حبيبه في الرياضه واخليه عنده حته التنمية الفكرية في ناحية الرياضة، انه يحب الرياضة. والانسان لو حب الرياضة هيحب حياته، هيبقى عنده ثقة في نفسه، وهيبقى حياته كلها مبنية بشكل اساسي وشكل سليم، انه هو محافظ على حياته، انه هو قادر انه هو يعني يبقى عنده ثقة في نفسه. يحب حب الرياضة ذات نفسه اصلا بيخليك ان انت انسان متفتح عقليا، بتحب شغلك، بتحب حياتك، بتحب كل حاجه، حتى المذاكره وانت بتذاكر بيبقى عندك نفس اللي انت عندك ثقه في نفسك من ناحيه انت محافظ على نفسك ما عندكش اوراق. في رياضه كمال الاجسام فعلا النسبه 60 40، 60% تغذيه و40% تمرين. بالظبط. هو النيوتريشن، ما احنا زي ما اتكلمنا، هو اساس كل حاجه. ان انا ازاي بدخل جسمي اكل صحي بيبعد عني اي مشاكل صحيه، بحيث ان انا اقدر ان انا اشيل اوزان كويس بشكل كويس، ان انا جسمي ذات نفسه بيتغير. يعني انا هي حسبه بتاعت نسبه وتناسب، حاجه اسمها البي ام ار، بتحكم في السعرات الحراريه. انا جسمي وعمري ووزني بيحتاج نسب معينه من الاكل. احنا عندنا المعادله بتقول 2-1-1، اللي هو بدخل لكل كيلو في جسمي 2 جرام بروتين وجرام كربوهيدرات وجرام دهون. بس في ناس ما بتقدرش تدخل الانبوت ده كله فبتلجا للمكملات، ودي كانت نقطه مهمه كانت بتسالك فيها نهاوند، فكره المكملات الغذائيه اللي في بعض الاحيان بتبقى سيئة السمعة. يعني الفترة الأخيرة، عشان برضو انت اكيد متابع ليندر اللي توفى وواحد من مشاهير كمال الأجسام والموديلينج، برضو ابتدى الكلام يرجع مرة تانية عن مدى سلبية بل وخطورة المكملات الغذائية اللي بينتج عنها حالات وفاة في كتير من الأحيان. لا خلينا نتكلم، هو فكرة السبلمنت او المكمل الغذائي هو فكرة نفس الأكل. هي الفكرة ان جسمي، انا جسمي بعد ما بخلص تمرين عشان اكل وجبة بعد التمرين، عقبال ما بتوصل للجسم وتتحرق وتوصل في الدم بتاخد من ساعة ونص لساعتين. فكرة السبلمنت هي فكرة مكمل غذائي ملهاش علاقة بالهرمون، يعني دي حاجة ودي حاجة. السبلمنت هو نفسه، لأن ده دراسة أصلا،
السبلمنت هو مكمل غذائي. في يوم من الناس تقول لك بيترسب في الكبد وفي اعمار معينه مش صح ان هو يتاخد بالظبط. هو فكره المكمل الغذائي هو فعلا بيترسب في الكلى، بس امتى يترسب في الكلى؟ لما انا ما ادلوش حقه. يعني انا لو عملت مجهود وطاقه تخليني ان انا مؤهل ان انا اخد سبلمنت في الحاله دي اتس اوكي، مفيش مشاكل ومفيش اي حاجه صحيه خطر عليا طول ما انا بشرب ميه كويس. هي فكره المكمل الغذائي هو ان هو بيمشي في الدم بسرعه يعني في اقل من 10 دقائق فبيروح على المسلز على طول. لكن فكره ان انا اخد مكمل غذائي من غير ما اتمرن ومن غير ما اعمل اي حاجه عشان اقول ده بديل الاكل، ده فكر خاطئ، لان فعلا الحاجات دي بتبقى كيميكال هي بتترسب على الكلى فعلا. فانا انصح الناس ان هي تلجا للاكل اكتر ما تلجا للسبلمنت، وعشان تاخد حاجه زي كده لازم يكون عن طريق دكتور، لان في ناس اصلا بتبقى نحيفه جدا ما بتقدرش ان هي تدخل وجباتها كلها، فالدكتور بيبدا يستعين بالمصدر. يبقى دكتور حد متخصص، حد متخصص، مش نقعد ننصح بعض، مش الاعلانات اللي بنقعد نسمعها. لا هو الموضوع يعني يا جدعان الموضوع مش يعني مش بالشكل العشوائي، لان ده موضوع اصلا يضر اي حاجه تخش جسمك لازم تتاكد 100% ان انت تستعين بدكتور، لان في حاجات ما ينفعش تخشها. وكمان فكره ان احنا ممكن ناخد منتج اصلا ما يكونش ذو ثقة فيحصل لي مشاكل، لان في حاجات كتير بتتعمل بشكل غير شرعي بالظبط تحت السلم زي ما بيقولوا. فيا ريت حتى الاطفال كمان بيبقى عنده هوس ان هو يخش الجيم، يا كوتش انا عايز ابدا، عايز اخد سبلمنت، عايز ابقى زي الناس اللي جوه. لا الموضوع خاطئ، لازم ياخد وقت بالظبط السرعه برده في النتيجه. عشان ياخد حاجه يعني ياخد حاجه زي كده لازم تحت استشاره طبيه او تحت استشاره الكوتش بتاعك، لان هو ادرى بيك. هو في حاجه اسمها فروق فرديه، انا بتعامل مع الشخص اللي داخل لي، مش كل الناس بتمشي على ستيب واحد او على 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 خط يعني خطوه واحده، كل واحد مختلف عن التاني. انا ببدا اتعامل مع الشخص اللي داخل لي على حسب الفروق الفرديه، هو تخين، هو اصلا شخص بيجنر لسه مبتدئ ما يعرفش اي حاجه، فلازم اتعامل مع الناس على الفروق الفرديه، مش كلها اسطمبه واحده او مش كلها بشكل واحد كويس. لازم اتعامل مع الناس. طيب كابتن احمد هروح شويه نرجع لموضوع التغذيه بشكل بقى نركز فيها اكتر. اول نقطه التغذيه السليمه، الاكل الصحي اللي احنا مفروض مش قادرين نستوعبه كلنا ان الاكل الصحي مكلف اكتر من الاكل العادي. يعني انا ممكن اكل مكرونات وحاجات دي اسعارها موجوده يعني في متناول الجميع، لكن عشان اكل صحي لازم اكل معين وبشتري حاجات معينه، والسالمون وكل واحد بمقدرته طبعا، والسمك والحاجات اللي زي كده، ولازم يبقى فيه خضار على طول، والكلام ده كله مكلف ما هوش رخيص. فاول حاجه الناس اللي ليس لديها مقدره ماديه تلجا ليه، ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه للي احنا بنسمعه مؤخرا، مش قريب قوي بس بقالنا فتره، التحليل بتاع الدي ان اي الناس بتعمله علشان ممكن اللي بيتخن كريم ما يتخنيش وحاجات زي كده، فممكن انا اكل عيش مثلا ما يتخنيش كريم لو كان عيش يتخن. فالدي ان اي ده بتنصح بيه اصلا ولا لا؟ وخلينا نعرف اكتر. بصي عامه انا لما باجي اتعامل مع حد برضه بتعامل على حسب، في تحليل اسمه الغده تي 3 وتي 4 بتعامل بيه، وفي ناس اصلا ما بتقبلش جسمها ما بيقبلش اللحمه، في ناس فيجيتيريان تمام ما بياكلوش لحم صح. فانا اول حاجه لما بيجي لي الشخص او الكلاينت اللي داخل الجيم حابب ان هو يتمرن، بعمل له حاجه اسمها فيتنس تيست، اختبار، وببدا اشوف المشاكل الصحيه اللي عنده. طيب. ببدا اشوف، بعمل له كذا اختبار. هو الفيتنس تيست عباره عن 5 أو 6 اختبارات، بعمل له هارت ريت، وبعمل له تمرين الكوبر والبوش اب والبول اب، كل معظم تمارين ببدا اشوف ان انا المستوى بتاعه رايح فين، وببدا اشوف بتعامل مع فصيله دمه برضه بتفرق كتير في نوع التغذيه اللي انا هديها له. وطول الاسبوع ببدا اشوف استجابته للاكل ايه، ببدا احط له اكتر من يعني نيتريشن. طبعا احنا بنستقبل الشخص بنعمل حاجه اسمها انبادي، جهاز الانبادي ده بيقيس كل حاجه، بيطلع لي الهارت ريت بتاعه، بيطلع لي معدل الحرق، بيطلع لي طوله ووزنه وايه المشاكل اللي عنده، والميه قد ايه، والدهون قد ايه، والماسلز قد ايه، عشان بناء عليه ببدا اشوف لو عنده نسبه ميه عاليه ببدا احط له مثلا حاجات تنزل الميه بتاع من جسمه. عنده هو عاده في المصريين هتلاقي نسبه الميه قليله، يعني ده طبيعي يعني في طبيعه اجسام بتخزن الميه يعني من كتر السكريات اصلا برضه هنتكلم فيها ان هو بيخزن ميه في الجسم. خلينا نتكلم في حته النيتريشن، نرجع لحته النيتريشن. في ناس مقدرتها فعلا هو الموضوع مش مكلف قوي، بس على حسب انت بتحسبها صح، لان انا عندي مصادر البروتين هو اغلى حاجه واعلى حاجه قيمه، هي اكتر حاجه جسمك بيحتاجها. طب انا ممكن احصل على البروتين من ايه؟ عندنا الفراخ، اللحمه، السمك، البيض. ففي اكتر ده بالنسبه للبروتين الحيواني.
بنتكلم عن البروتين. طريقه اللحمه والفراخ ازاي؟ ما انا ممكن اعمل فراخ بصوص مش عارف ايه ولحمه ما يعني. اتفق ان المفهوم الخاطئ بتاع الدايت اصلا هو الدايت مش يعني مش حرمان. الكلمه دي فعلا هو الدايت مش حرمان، انا ممكن اكل الاكل اللي انا عاوزه اللي والدتي عاملاه. هو الدايت بتاع كمال الاجسام مش مجرد مش حرمان، ده مطلوب من الشخص ياكل 3 4 اضعاف اي حد عادي. بالظبط، هي فكره الدايت ان انا مش فكره ان انا بقلل كميه الاكل، هي فكره الدايت ان انا بنضف الاكل بتاعي. صحيح. طب انا بنضفه من ايه؟ من الزيوت والسمنه. بمنع زيوت وسمنه خالص. لان فكره الزيت والسمنه هو اصلا اكتر سبب مضر للجسم هو الزيت والسمنة ومشاكل في القلب كمان، يعني حاجات كلها مهدرجه. انت اكيد خدت بالك من ان في الفتره الاخيره من ضمن المصطلحات اللي استجدت في حياتنا مؤخرا يقول لك فورمه الساحل. فورمه الساحل دي بقت امل منشود عند كتير من الشباب، بيقعدوا يعني يعزقوا طول فتره الشتاء في الجيمات معسكر مغلق عشان يطلعوا خليني اقول لك المصايب في الفورمه دي. فكره ان انت تكبس على جسمك وعلى قدراتك في فتره زمنيه قليله بتمرينات كتير قوي ومكملات بطبيعه الحال كتير، مش كل الناس عندها قدره انها تاكل مش عارف فرخه ونص على الغدا ويعني فاهم ازاي. الحاجات دي فيها برضو شيء من الخطوره. ايوه طبعا، انا بعمل ريسك على جسمي، بعمل لود على جسمي طبعا. انا لما بكون وزني زياده جدا واحاول اخس في فتره قليله جدا بتعمل ستريتش مارك وبتعمل بتخلي عندي بطني لما مثلا الجلد بتاعي ما بيبقاش مشدود، لان انا اصلا كنت حجمي كبير قوي وفي مره واحده قليت، فده بيعمل خطوره وريسك طبعا، ترهلات في الجسم بشكل غريب. لكن انا لما بنزل ستيب باي ستيب وانزل على مهلي ده بيقلل الخطوره على جسمي جدا. وخلينا نقول برضو موضوع فورمه الساحل هو موضوع فعلا يستحق، يعني هو بس انت ما تعملش كده عشان خاطر تطلع الساحل او تطلع تخلي شكل جسمك، بس هو فعلا شكل جسمك لما بيبقى كويس الناس بتبدا تبص عليك والناس بتبدا تتصور معاك. يعني انا واحد من الناس كنت لسه راجع من الساحل برضو، فعلا الموضوع بيفرق كتير. عامل شغل ان انت الدنيا هناك ان انت تحافظ على جسمك، فعلا الناس بتبدا تحس لا ده شكله كويس طب تعالى نتصور معاك. فهو الموضوع بيفرق كتير، بس ده ما يخليكش ان انت تبقى مغرور، بس هي حته الثقه في النفس ان انت فعلا لو حافظت على جسمك وعملت شيب كويس مش شرط تكون ضخم ومش شرط تكون شكلك كبير، بس انت يبقى شكلك متناسق وجسمك متناسق سيمتريه كويسه طبعا الناس. وعايز انصح الناس الكبيره ان هي بتقول ان انا لا انا سني كبير على الرياضه وكده، خليك قدوه لاولادك. يعني ابنك لو طلع وشافك بشكل كويس هو فعلا هيتبع نفس النهج بتاعك او نفس الاسلوب بتاعك اللي انت ماشي بيه. لما ابنك يطلع يشوفك بشكل كويس وبتروح الرياضه، انا بتبسط جدا لما بلاقي حد جايب ابنه معاه الجيم بيفرجه على الاجهزه بيفضل قاعد يبص على والده ويبدا يحاول يقلده، انا برحب جدا بحاجه زي كده وببدا اروح اسلم عليه واقول له عاش كويس، لان دي حاجه اصلا بتخلي الواحد انا ابني بيبص عليا وانا بتمرن، فدي حاجة تخلي الولد لما يكبر هو بيحب الرياضة. فده الناس لازم الناس تفضل عندها المفهوم ده. احاول ان انا اتجنب ان انا اعمل حاجات حلوة قدام الاولاد بتاعتي، لان اولادي هم هيطلعوا على نفس النهج بتاعي. أكيد. يعني من شابه اباه فما ظلم. طبعا فلازم الواحد طبعًا. يقتدي بال طب كابتن احمد، اوقات بيبقى يعني بعض اللعيبه او بعض ابطال كمال الاجسام او مش على المستوى الاحترافي، الناس اللي بتمارسه المستوى الاحترافي لازم قياسات معينه مش هتكلم عنهم، لكن على المستوى العادي اللي هو اماتير يعني بيبقى تو ماتش. يعني تلاقي الولد تحديدا هنتكلم على الولاد وبعد كده هنيجي ازاي اصلا بقى للبنات وكمال الاجسام والمتاح وهل مضر للبنات ولا لا وبيأثر ولا لا الحاجات اللي زي كده، بس في ناس بتروح لمدى بعيد قوي وبيبقى حتى الشكل مش حلو. يعني ما فيش حد بيحب تو ماتش من عضلات من شكل، لا بيبقى مبالغ فيه. يعني حتى لو هو بيعمل فورمه الساحل عشان يلفت انتباهه هو بيبقى تيرن اوف. فيعني فخلينا نروح الناس دي برضو الاخطاء اللي بيقعوا فيها عشان يبقى الليفل كده او الشكل كده مبالغ فيه. بص هو في ناس بتهتم بال يعني بالابر بتاعي يعني يهتم بالجزء اللي فوق يعني تلاقي الجزء اللي فوق لوحده واللي تحت مفيش تناسق. لكن هو لو عارف قد ايه فايده تمرين الرجلين، هي بتزود هرمون التستوستيرون في الجسم، فهو اصلا المسؤول عن بناء الجسم. يعني هو هرمون التستوستيرون هو المسؤول اصلا عن بناء الجسم. الناس اصلا بتهمل تمرين الرجل، يجي في يوم تمرين الرجل يخترع ده الولاد ده الرجاله يعني الرجاله يعني هو البنات بتهتم بصراحه لكن انا ما بعملش غير يعني في كل حسب الجسم. باجي في اليوم ده بالذات الاقي كوتش انا تعبان النهارده مش هقدر اجي، طب ايه الفكره؟ اجي افتكر ان الجدول في النهارده في تمرين. ف من ضمن الاخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها ما تعرفش، ودايما هي الموضوع اصلا ستيب باي ستيب. انا لازم في الاول لما باجي اتمرن تمرين رجل احس بتعب وارهاق ومش قادر امشي واحس ان انا
يعني هم بيقولوا انا حاسس ان انا معاق فاهم اللي هو انا مش قادر اتحرك، بس هو ده الطبيعي. اي حاجه في الاول بتاخد وقت، لكن هو جسمك لو اتعود على حاجه لمده اسبوعين، اي حاجه في الدنيا لو عودت جسم عليها لمده اسبوعين، فانا مش طالب منك غير اسبوعين ان انت تحاول ان انت فعلا تتمرن تمرينة الرجلين وتجرب قد ايه هي مفيده لجسمك. ما تركز بس على الشولدرز يعني عشان مبالغ بيبقى فيها يعني بحس ان الناس بتهتم اكتر. وطبعا انا برضو عايز اتكلم في نقطه معينه، الناس اللي بتشوف الناس اللي هم دراعاتهم كبيره وبشكل اوفر وبتاع، اللي هم اصلا دول بياخدوا مواد، ما انصحش الناس ان هي تتابع ده اصلا بيبقى باع سبلمنتس يعني. لا هي في ناس بتتابع حاجات اللي هو محاول السنسول والحاجات دي اللي هو بقى عايز يهتم ان هو يشتغل، بينتج عندها ديفو صريح بقى من الوقت اللي ظهر مؤخرا في بعض البرامج اللي هو كان في واحد ممكن اقول على شفتها من سنه يعني بجد والله العظيم لازم حد ينصحه. والناس اللي زي كده لان هو شكله بجد مشوه يعني بالزبط. هو شخص عادي شخص عادي ودراعه شكله مش طبيعي يعني مش حتى شكله وحش، شكله مش طبيعي. بعض منهم بيشتغل كمان بودي جاردات انت عارف. لا 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 لا. معظم الناس بتلجأ لحاجه زي كده عشان خاطر شغل، بس انا ما انصحش ان انت في يوم من الايام مش عشان خاطر تكسب شغلك تخسر صحتك وعمرك يعني. اصلا فيما بعد بيحصل عمليه بتر طبعا لا قدر الله يعني قدر الله وبيرجع لعمليات ان هو يستخلص الماده دي من جسمه ويطلعها تاني. الحاجه الاكيده ان احنا عندنا اسئله اكتر بكتير كنا حابين ندردش معاك فيها، بس الوقت بيجري على فكره. لازم تيجي تنورنا مره، تجيب عضلاتك وتيجي تحضرنا في قعده ثانيه نكمل دردشه بقى باذن الله. وانا سعيد جدا بالشرف. نورت الدنيا يا كابتن احمد. نورتنا يا كابتن احمد بجد، وان شاء الله يبقى لينا فعلا لقاء ثاني زي ما كريم قال، لان لسه ملفاتكم عايزين نتكلم عن البنات برده، وكنا عايزين نتكلم بتفصيل اكتر عن الدي ان اي وازاي نطبقه وازاي بيفيد، بس ان شاء الله فعلا حلقه ثانيه. هنروح فاصل سريع مع حضراتكم نرجع عشان نكمل فقراتنا، خليكم معانا. مرحب بحضراتكم في الفقرة الثانية والأخيرة، وزي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة أنا وكريم يعني مباراة القمة يوم الخميس لو كنا كتبنا لها سيناريو تاني ما كانتش هتبقى طالعة بالشكل ده أو أفضل من الشكل اللي طلعت بيه بصراحة على كل يعني الأصعدة. فهقول تاني مبروك علينا وصباح النصر مرة تانية، وعندنا النهاردة مباراة برضو مهمة جدا طبعا المقاولون العرب. خلينا نتكلم في كل التفاصيل مع كابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق اللي منورنا. بونجور يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الخير. كله كويس؟ واهلا بيكي واهلا طبعا بكريم. ومبروك علينا. طبعا مبسوطين قوي، عملنا ماتش هايل. جميل فعلا. ماتش كبير ومفيش اعتقد يعني سيناريو ولا اروع من اللي حصل. كانت مباراه للتاريخ ومليانه تفاصيل محتاجين نقف عند اغلبها، لو قدرنا نقف عندها كلها كمان يا ريت. طبعا. يعني بس تعالى نبتدي من الفكره نفسها، فكره الهيمنه والسيطره اللي اتحققت من الدقيقه الاولى، فكره ان انت عندك شوط اول يدرس ثلاث اهداف في شوط واحد، لو اخذنا في الاعتبار كمان الهجمتين اللي ضاعوا بتوع قفشه وكهرباء كان ممكن الشوط الاول ده ينتهي بخماسيه. فشفت الماتش ده ازاي؟ عينك كانت بتروح لايه اكتر اللقطات اللي وقفت عندها كتير في الماتش ده؟ طبعا قبل بدايه المباراه كلنا كجماهير النادي الاهلي او محبين النادي الاهلي كنا متوقعين ان المباراه يعني ان شاء الله هنكسبها، بس طبعا يعني مش بدري قوي كده، كنا متخيلين ممكن يبقى في نديه اكتر من كده. طبعا طبقا للسيناريوهات مباراه الاهلي والزمالك السابقه او على مدار التاريخ دايما بتبقى مباراه قويه جدا، والمباراه طبعا كانت قويه قوي، بس الاهلي حسمها بدري جدا. النادي الاهلي نازل مركز بشكل كبير قوي. طبعا كل اتحاد كولر طبعا وصل لعيبه النادي الاهلي لفورمه عاليه قوي. يعني انا هاخد من نهايه المباراه جزء صغير، الهدف الرابع، الهدف الرابع فيه ثبات مش طبيعي للنادي الاهلي، وفيه استحواذ هايل تقريبا 19 تمريره قبل الهدف ما يسجل، يعني واضح ان النادي الاهلي وصل لمرحله بدا يتحكم في رتم المباريات بشكل كبير جدا، ان كان متفوق فيها او حتى لو متاخر. هنيجي لو متاخر نرجع شويه مثلا لمباراه الوداد البطوله، النادي الاهلي متاخر ولكن قدر يحسم البطوله في لحظه. النادي الاهلي متقدم نفس الكلام، حسمها بشكل كبير ان انت تكسب رباعيه ونادي الزمالك في توقيت زي ده رغم ان انت واخد الدوري واعصابك مرتاحه، طبعا اعتقد ان هو انجاز كبير قوي. وزي ما قلت لحضرتك كريم تفاصيل كتير جدا في المباراه كلها اعتقد ايجابيات للنادي الاهلي، بدايه من التسجيل في الدقيقه الثانيه والاصرار على التسجيل، بعد كده سجلنا الهدف الثاني وسجلنا الثالث كورتين، واحده في الايم بتاعت مجدي قفشه كان ممكن نطلع بسكور. الايمه كانت مركزه معانا قوي بصراحه. ايه اللي حصل؟ لا لا يعني على الصعيدين بصراحه غريبه جدا. لا النادي الاهلي في المباراه دي
احساسي الشخصي، وخاصه انا طبعا بحيي مجدي قفشه عمل مباراه كبيره جدا وكان اميز لاعب في النادي الاهلي في 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 في, في بدايه المباراه. وبعد كده طبعا حسين الشحات عشان سجل، حسين مركز كويس وسجل هدفين. قصه نجاح كابتن جمال يعني بجد لو نسمع عن كمان بدايه حسين الشحات، وهو كان بيتكلم في احد اللقاءات يعني، وكان بيقول قد ايه كان يعني ظروفه كانت صعبه جدا، والواد ما بيناموش يعني بينام من غير عشاء، واشتغل في بنزينه واشتغل يعني عشان كان عنده ثقه، وكان امه بالذات كانت داعمه بشكل كبير. فهو حسين الشحات قصه نجاح انا بشوفها لا تقل عن قصص ناجحه زي عندك طبعا مع الفوارق البسيطه، لكن عن محمد صلاح وغيره، وعن اي رياضي او اي بطل قدر ان هو من ظروف صعبه جدا يمكن كمان تكاد تكون لا شيء يعني ما فيش ظروف حتى ليه بطل قدر ان هو يخلي الناس كلها تحبه ويبقى ناجح مع النادي الاهلي او في المكان اللي هو فيه. بتشكل ارتباط شرطي يعني بين المعاناه وتحدي الظروف وبين النجاح المدوي. طبعا دي حاجه، طبعا حاجه كبيره قوي ان لعيب يبقى عنده الاصرار والطموح ده، وخاصه ان هو بيحكي قصه حياته طبعا بكل فخر، واحنا فخورين بيه بمنتهى الامان، لان يعني في ناس كتير جدا معظمنا ان مر بمعاناه كبيره، ولكن اصراره ان هو يبقى يعمل حاجه لنفسه ويعمل حاجه لاهله طبعا كل طريق النجاح ما بيجيش بسهوله. اللي فاهم ان النجاح سهل ده ما جربوش لا يعني. لا خالص بالظبط، المعاناه اللي عاناها حسين في فترات طبعا سابقه او بدايه حياته، وبعد كده بدايته في مصر المقصه، وبعد كده انتقل لنادي العين الاماراتي، وبعد كده رجع النادي الاهلي، ودي احسن محطه ليه طبعا بالظبط الترن اوفر بتاعه. بالظبط وصل لاعلى درجات القمه. ازاي انا في نادي الاهلي باخد بطولات، ممكن بلعب في انديه كل احترامي للانديه السابقه اللي كان بيلعب فيها طبعا، ولكن نادي الاهلي حاله خاصه، نادي الاهلي بيوصلك للبطولات، الناس كلها تعرفك، بتعمل حاجه حاله مش طبيعيه لسعاده الجمهور النادي الاهلي، بيوصلك لليفل العالمي. هو في تاني نادي احنا ناسينه مثلا بيوصل ليفل العالمي في مصر؟ لا ما افتكرش طبعا، لا ما افتكرش. مع كامل احترامي كلامنا بيزد على وقائع. طبعا كلامنا كلامنا مبني على وقائع وارقام. فحسين في فترة ما شاء الله عليه، يعني وصل لتوب فورم، اعتقد يعني فورم عالية، وان شاء الله يحافظ عليها ان شاء الله. واعتقد النادي الاهلي طبعا قدره بشكل كويس اكيد، وعمل له تجديد وعمل له عقد كويس، شايف ان هو كويس جدا بالنسبة لحسين، واعتقد ان حسين قد المسؤولية. اللي واضحة قوي على حسين الشحات بقت واضحة كمان على كل اللعيبة حتى الأصغر سنا بالمناسبة، يعني تمام. فكرة ان في ثقة المتحقق في يعني مع اللعيبة برضو مرجعيتها ايه؟ هل هي كولر 100%؟ لا كولر بنسبه كبيره قوي. كولر عمل حاله من اللعيبه، كون ان انت يبقى عندك الكم ده من النجوم، لعيبه كبار ولعيبه كويسين، وانت عن يعني قادر ان انت تقنعهم بشخصيتك، ان امتى تلعب وامتى تقعد دكه او ان انت تقعد احتياطي، مستني دورك. حتى اللي بينزل بيبقى بيقاتل عشان يعمل حاجه، وعندنا مثال محمد شريف طبعا. في نفس المباراه طبعا. محمد شريف قاعد فتره وبقى له فتره غايب عن التهديف، ولكن اصراره ان هو يعمل حاجه للنادي الاهلي ويعمل حاجه لنفسه، حتى فرحته بعد الجون واضحه جدا، فرحه طاغيه طبعا. فدي برضو الحاله دي عملها كولر ما ننكرهاش، ان انت بتوصل للعيب ان انت عندك قناعه ان انا قاعد على الدكه وهنزل هيبقى لي دور، دي مهمه جدا. ولما بنزل ببدا اساسي، حتى في كل مباراه بيقدر ان هو يغير حتى الطريقه بتاعته، شكل الطريقه بتاعته. بقى له فتره طويله بيلعب 4-3-3، كان بيلعب الثلاثه نص الملعب، بدا دلوقتي امبارح مباراه الزمالك لعب 4-2-3-1، واسوري بصراحه خدمنا جدا بطريقه اللعب اللي لعب بيها يعني. بصراحه يعني طبعا احنا مش عايزين، احنا مش زعلانين ابدا يعني، استغلال الفرص بالظبط. ما هي الكوره عباره عن ايه؟ عباره ان انا التفوق ايه، يا اما انا اجيد اجاده تامه والفرقه اللي قدامي برده كويسه، او ان انا اجيد اجاده اجاده معقوله والفرقه اللي قدامي كمان تساعدني. فلما بتحصل ايوه بتحصل الحالتين دول، المدرب الشاطر اللي يستغل. ايه اللي ساعد ايه الظروف اللي ساعدت كولر بقى انه يعني اللي ساعدت كولر احنا طبعا اللي هي اخطاء المنافس، اللي هي اخطاء المنافس ان لعب في نص الملعب، لعب بدون اثنين مدافعين، انا بلعب النادي الاهلي يعني، انا طبعا يعني غريبه قوي غريب، فضى نص الملعب وازاي يلعب باحمد فتوح جوه الملعب، واحمد خطورته كلها ناحيه الشمال بالزبط. احمد فتوح لعيب متميز، ضيع خطورته. احمد سيد زيزو من افضل اللعيبه في مصر دلوقتي، لعبه المفروض ان هو بيلعب ما بين خط الدفاع وخط وسط الملعب لاي منافس، ده لعبه قدام وسط الملعب بتاع النادي الاهلي اللي فيه ديانج وفي محمد فخري وفي قفشه، فبقى قدامهم. انا لما رايب قدامي غير لما بيبقى عامل لي قلق ممكن يبقى بيني وبين المدافع ورا، انا كنص ملعب، دي حته فنيه مهمه جدا اخطا فيها بشكل كبير، ولكن النادي الاهلي التفوق الواضح كان خلاص سيطر على نص الملعب، فبدا الاهداف. حتى هو حاول يلحق نفسه الشوط الثاني باربع تغييرات او ثلاث تغييرات، ولكن خلاص النادي الاهلي سجل بعد ايه بعد احنا كنا ثلاثه خلاص الموضوع بقى صعب جدا. بس اللقاء بتاعنا برده في الشوط الثاني قل نسبيا،
هو هي دي ده حصل فعلا وحصل كم هجمه نادي الزمالك منهم واحده في العارضه والشناوي الصد الواحده حصل بعض الاخطاء برضو حصل ارتياحيه للنتيجه قوي انت برضو نادي الزمالك نادي كبير طول ما انت بتلعب بس الجول اللي جه كابتن جمال ما جاي برضو يعني ضربه جزاء ما هواش جاي بناء على لعب حلو يعني هو ده ضربه جزاء وحصل انما الزمالك برضو زي ما بيقول كريم ليه فرصتين ثلاثه تحس ان هم قربوا من الجيم شويه النادي الاهلي حصل سنه مش عايز اقول تهاون لا يعني سنه ايه سنه ثقه في النفس زياده ولكن لما حسوا بالخطوره بداوا يركزوا تاني ورجعوا يعني رجعوا لتركيزهم بشكل كبير وهجموا كذا مره صح وهجموا وقدرنا ان احنا دايما مستحوذين على الكوره وده اللي عمله كولر انا في لحظه لما ببقى انا كسبان والكوره معايا طالما انا مستحوذ يبقى عندي اريحيه انا الكره في رجليا ده هدف محمد شريف بالمناسبه ده كانت اللمسه ال 20 تقريبا يعني كان في 19 تمريره ما هو ده اللي بقول لك عليه اللي قدر ان هو كولر يوصله للمرحله مرحله استحواذ جيد والاستحواذ الجيد ده اوقات الاستحواذ ده ليه هدفين يستنزف الخصم تمام الهدف الاولاني ان انا بستنزف الخصم وبستنزفه نفسيا كله محتار مش عايز اخد الكره مني والهدف الثاني ان انا مجرد ان انا الاقي ثغره صغيره زي الكره اللي راحت لديانج تقريبا التمريره كانت 18 راحت لديانج ناحيه الرايت قام عملها بالعرض محمد شريف سجلها اه ده كان الهدف الرابع هو الهدف الرابع ده هدف عالمي بينت قوي سيطره النادي الاهلي والثبات اللي عندهم وانا مسيطر على الكوره باستحواذ في استحواذ سلبي وفي استحواذ ايجابي احنا وصلنا للاستحواذ الايجابي ان احنا وصلنا سجلنا منها هدف فدي من الحاجات الايجابيات اللي عملها كولر لازم تحسب له مباراه كانت رائعه وكنا بنتمنى ان احنا نشوف اداء رائع ونتيجه رائعه فالاثنين كانوا محققين يوم الخميس الحمد لله وتم تحقيقهم هنرجع تاني طبعا لهذا الماتش او ماتش الاهلي والزمالك يعني وهنتكلم في بعض برضو الامور الفنيه لكن عايزه برضو عشان الوقت نروح لماتش المقاولين النهارده واكيد كابتن شوقي غريب مركز جدا واكيد هيبقى داخل بطموح معين وعلى الصعيد الثاني احنا كاهلي وكجميل نادي الاهلي عايزين نستمر على فكره موسم بلا هزيمه وحقنا ونقدر نعمل ده بالمناسبه فبرضه سير المباراه شكل النهارده اللاعب الفنيات كابتن جمال تقول لنا عنها ايه؟ هاجي لطموح الكابتن شوقي غريب زي ما حضرتك قلتي في هدف كابتن شوقي غريب اعتقد في المركز السابع على ما اعتقد ولو المباراه دي حقق نتيجه ايجابيه اعتقد لو طبعا يعني حقق النتيجه تعادل مثلا مع نادي الاهلي اعتقد ان هو هيوصله للسادس لما بفنش برضه سادس بتبقى مكانتها كويسه بالنسبه للانديه او بالنسبه للانديه اللي بتلعب على المراكز زي فهتلاقي عنده طموح عنده هدف ان انا اعمل حاجه مع النادي الاهلي نيجي للنادي الاهلي اصرارنا ان احنا نفنش الموسم بشكل كويس بدون هزيمه كل لما انت بتعمل ريكورد النادي الاهلي دايما بيدور على الارقام القياسيه النادي الاهلي مش عايز اقف ان انا خدت بطوله لا خدت بطوله كمان باهداف ثانيه والهدف اللي النهارده ممكن يكسبه النادي الاهلي كمان يكسب بعض اللعيبه الناشئين انا شفت السكور شفت القايمه في لعيبه كذا لعيب من الناشئين في كريم الدبيس وفي محمد زعلوك وده مظبوط جدا انه يحصل دي اللعيبه دي لو اشاركها النهارده في اجزاء من المباريات ممكن تعلن عن نفسها وتبقى ذخيره جيده للنادي الاهلي في السنوات القادمه ده هدف علاوه على الارقام القياسيه اللي انا بقولها بقى او حضرتك قلتيها ان احنا بلا هزيمه بنحقق اكبر عدد من الفوز النتائج الجيده للنادي الاهلي دي كل دي بتسيب اثر ايجابي بت 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 بتعمل حتى انت حاله ثانيه للاستعداد للمواسم الجايه او البطولات الباقيه زي بطوله السوبر نقطه انطلاق للي جاي بعد كده في اي مشاركه للنادي الاهلي بتبني عليه بالظبط بتبني عليه طيب فكره الدفع لمحمد فخري والبوزيشن اللي هو بيلعب فيه يعني برضو انت شايفها ازاي؟ اولا انا شايف ان يعني كولر كان جريء قوي في الـ في الـ في الـ في الدفع لمحمد فخري من بدايه المباراه محمد فخري ادى اداء جيد انما اعتقد ممكن كان يبقى احسن من كده ولكن طبعا هو في الظروف دي كشاب لسه بيلعب او لسه بادئ برضه بيلعب ماتش بيريح ماتش بيلعب ماتشين دكه بس هو موجود في معظم قوائم المباريات مع مستر الكره هو عنده قناعه بيه محمد فخري خامه كويسه بس لسه قدامه شويه يزداد خبرات اعتقد ان هو هيبان له شان احسن من كده طيب خليني اروح مع حضرتك برضو كابتن جمال ونعمل انا دايما لما بيجي لنا ضيف يعني من الزمن شو الزمن الجميل مش هكبرك قوي لا لا مش الزمن الجميل يعني لا من الاجيال السابقه اللي كانت منوره جدا وقدمت برضو يعني متعه كرويه حيه مع النادي الاهلي الماتشات اللي زي كده ويعني لقاءات القمه برضو لو نرجع ليها السيناريوهات لو تحكي لنا شويه عن لقاءات القمه وايه كانت السيناريوهات او الازمنه او السنوات اللي كانت قريبه شويه من الماتش اللي احنا شاهدناه يوم الخميس هي عاده ماتشات النادي الاهلي والزمالك دايما بتبقى
تحس ان 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 هي بتبقى ليها مزاج خاص او كده وليها حسابات خاصه زي ما بيقولوا في قمه خاصه صح. وفي ارقام خاصه بالدوري العام ان انت بتحسم بيها دوري بتقدمك على النادي المنافس ليك دائما اللي هو بيبقى تاني وراك بينافس معاك فدايما بيبقى ليها التفوق واضح ولكن حلاوتها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي ان هم يكسبوا نادي الزمالك دي في حد ذاتها بتبقى بطوله خاصه صح. بيحسوا بيها قوي يعني انا في مباراه كنت من المباريات اللي لعبتها كان في سنه 93 كنا جيل طبعا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن هادي خشبه لعيبه كلهم كبار ومحمد يوسف واسامه عرابي كنا جيل كبير قوي طب. كنا بننزل ماتشات الاهلي والزمالك دي بنبقى حاسين بمدى اهميتها للناس قبل ما انت تحط نفسك في دوري عام او هدف شخصي هدف عام ان انت بتنافس على دوري فالمباراه دي كانت في 93 وكسبناها 3-0 قد ايه كنا حاسين كانت في استاد المقاولين العرب بالمناسبه فقد ايه كنت احساسك ان المباراه دي وانت خارج وانت داخل المباراه حاسس باهميتها وشايف جماهير النادي الاهلي متعطشه قد ايه ان انت تكسب الماتش ده بعيد ان انت اول او تاني او اي مركز احنا كنا متصدرين الدوري وخدنا الدوري في السنه في السنه دي فاحساسي انا حتى كلاعب كان بيبقى احساس غير خالص دلوقتي وانا مشجع بقى انا في صفوف المشجعين بعيد ان احنا متواجدين في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي في العمل مثلا في اداره كوره او في قطاع ناشئين ايا كان بتلاقي نفسك برضو انت مرتبط واحد منتظر المباراه عايز النادي الاهلي يكسب فذكريات كلها متميزه لمباراه النادي الاهلي تقعدوا تفتكروا بقى كده طبعا لازم مجرد ان انا بتفرج على المباراه بتقعد بقى عقلك بيروح بقى للماتشات اللي انت لعبتها طبعا مع نادي الزمالك والحمد لله كسبنا نسبه كبيره منها ومعنا اجيال كلهم الحمد لله الفتره دي كانت اروق نسبيا بالمقارنه بدلوقتي لان يكفي ان هي كانت تخلو من السوشيال ميديا ودي حد ذاتها بتضخ كميات طاقة سلبية في بعض الأحيان كتير. آراء مغلوطة في بعض الأحيان ممكن كتير. تزرع ضغينة بين جماهير فرقتين كبار في كتير من الأحيان هي دي الدنيا أهدى شوية أهدى كتير ما كانش في السوشيال ميديا ده خالص دي الماتش في التلفزيون كان برنامج بالليل واحد بس كاميرا في الملعب والصحافة الرياضية الجرايد بالظبط اللي هي المقروءة خلاص انما انت دلوقتي بتعمل ممكن كل واحد رأيه الشخصي ممكن يأثر على الناس البسطاء كتير وبيصدقوا الكلام ده ممكن واحد تويتة صغيرة بوست فيس اي في اي مجال من وسائل الاعلام بتلاقيه عمل مشاكل وبتتردد بسرعه بتعمل مشكله بسرعه جدا بين الجماهير ما في ناس بتصدق وفي ناس برضو اكثر عقلانيه بتلاقيها متزنه الموضوع ما بيفرقش معاها كتير ولكن ناس البسطاء كتير جدا يصدقوا ويبقى عندهم قناعه ويقتنعوا بالكلام ده ومعظمه للاسف بيبقى رايح في الاتجاه السلبي يعمل ضغينه يعمل مشاكل يعمل احتقان ما بين الجماهير ولكن انا عايزهم ياخدوا الكوره انت بتتفرج على الكوره وقت الفراغ بتستمتع بتحب الكوره تتفرج خلاص المباراه انتهت خلاص حتى لو من باب في ناس واخدينها من باب اللي يقول لك احنا بنهزر احنا بنحفل بس تهريج ولكن فعلا اوقات بتسيب اثر كبير وبتعمل مشاكل بلاقي ردود افعال صعبه تبص على الكومنتات تلاقي لا في كومنتات شرسه بتبقى صعبه تعمل مشاكل هو ليه اصلا بيتم الالتفات للكومنتات يعني مش فاهمه يعني مين صاحب الكومنت اللي انا المفروض اديله قدر مع احترامي يعني للجميع بس اديله قدر من الاهتمام واركز هو بيقول ايه يعني معلش يعني أنا لما يبقى في كلام مش موزون كلامك من شخص مش موزون يعني بتحصل للاسف بتحصل ولا المفروض تحصل بيبقى ليه تاثير على جماهيرنا دي بيبقى شايفينه قيمه كبيره ايا كان ان كان يعني الجماهير اللي تزعل مش اللاعب لا انا لا بتكلم لا الجماهير المفروض اللاعب ما يلتفتش خالص لا يعني اللعيب عايز يقول حاجه يقول انت مين تمام اصلا اللعيب ده كلام محترم اللعيب لازم يبقى في شغله بس ومعظم اللعيبه دلوقتي في لعيبه محترف خلاص بدا الموضوع ان انا بروفيشنال يعني يبقى في دماغي بشكل كبير مش يهتم ممكن ما يمسكش الموبايل كتير لان هي هتعمل له حاله سلبيه ولكن انا بتكلم على الجماهير الشريحه الاكبر عارفه على اللعيب لوحده ممكن يخرج من حاله جماهير الاهلي عايزه اقول لك يعني هي كفيله ان هي ترد يعني والله العظيم في اي اساءه لحد بينتمي شازم لاعب هم بيخشوا يردوا ما احنا ميزه اللي احنا الحمد لله في مصدر قوه على طول يعني بنتائج ببطولات بكل حاجه جماهير النادي الاهلي فتلاقيهم دايما راكبين الترند يعني احنا العدد الاكبر ده معروف يعني حتى لا ده معروف يعني انا عايزه اقول لحضرتك يوم ماتش كانت معايا والدتي كنا رايحين لقرايبنا هنتفرج فداخلين هي
هي نفسها كان نخش نجيب من مقلة يعني بعض الحاجات بقى الحاجات اللي زي كده. انا كنت لابسه تيشرت الاهلي وقتها، فلما دخلت الناس كلها يعني والله العظيم 99% اهلاويه، والنهارده كام والتوقعات وبتاع، كان في عدد قليل جدا الزملكاويه يعني، فالروح كانت حلوه، وحتى كانوا عايزين يجاملوني وبتاع، قلت لهم لا يعني لا متشكرين يعني يا ربع سوداني يا اخواني ربع حلو كده كانوا عايزين يجاملوني شويه لب وبتاع يعني لو ليه انا ماشي، بس مش على حساب الناس. اه والله العظيم ناس لا لطيفه لا. يعني بس يعني طبعا. حركه حلوه وناس لطيفه ودي الروح الموجوده في الشارع عامه يعني والله ناس كتير كده فعلا يعني، انا ببقى مبسوط قوي جميل. وفي ناس انا زمايلي كتير زملكاويه متزنين ويباركولي والدنيا حلوه، حتى لو في هزار وبنتكلم في تحفيل كده بسيط، بس الدنيا بتبقى جميله. كمصطلح كان موجود من قديم الازل على القهاوي على الضيق كده، بس كان في لطافه متبادله. ايوه ما كانش في اسفاف ولا سب وقصف ولا تهميش من الاخر وتصريحات غير موزونه زي اللي لسه كنا بنقولها النهارده. بالظبط يا كريم، زي ما بنتكلم احنا بنبقى قاعدين على الكافيه انت واصحابك، تلاقي خمسه سته مثلا في وسطنا مثلا اتنين زملكاويه او واحد، ممكن بنهزر بنضحك، الامور بتبقى بسيطه عادي ولطيف ومقبول. بالظبط ومقبوله، غير بقى اهانات من غير تقليل من غير نقد ملوش لازمه، ده اللي انا بتكلم فيه بقى محترم. المشكله ان دي بتيجي من ناس اوقات زي ما قلت لحضرتك قبل، بتيجي من ناس اوقات بتبقى ناس مسؤوله، ناس كبيره، ناس تصدقك انت كنجم، ممكن ده واحد يتكلم لا، يبقى انت لازم تبقى على قدر كبير من التوازن في تصريحاتك، وان ما كانش على قدر كبير من التوازن تسكت. في تصريحاته لا مش هتسكت، هتتحاسب على اللي انت قلته. فقول طبعا اللي انت عايزه، بس انت هتتحاسب، حتى لو مسحت تويته او شلت التصريح بتاعك هتتحاسب عليه. لا يعني طبعا مفيش شك، فاحنا اللي عايز يقول حاجه يا جماعه يقولها، بس يتحمل نتيجتها، هي دي النقطه بقى، دي نقطة. لكن نغلط في بعض ونبقى الموضوع مباح ان احنا نتكلم على سيره بعض ونتكلم في حاجات مالهاش علاقه بالموضوع، يعني انت خرجت لي بره اطار الرياضه تماما وبتجرح في ناس، يعني انت عايز توصل لايه؟ فيعني لا عايز يقول حاجه يقولها، بس المحاسبه لازم هتكون اكيد. خلينا بقى نشوف المنتخب واخد بالك ازاي، لان برضه ايه بقى في تفاؤل عند ناس كتير قوي، وشايفين ان احنا بعد المجموعه الحلوه اللي رجعنا فيها ان شاء الله هي مسيره لحد دلوقتي ناجحه الحمد لله، ورعه لطيفه يعني الى حد كبير جدا طبعا، يعني مع اكيد الاحترام الكامل لكل المنتخبات، لكن هي نسبيا اهدى بكتير من غيرها. لا ما فيش شك طبعا، ما فيش شك. احنا بص لمجموعتنا خلينا واقعيين، ولكن مش عايز اخدها بمدى ان انا التهاون يعني. ان انا وصلت لا، لازم مجهود ولازم تعب ولازم يبقى فيه اصرار على المكسب. احنا تيم كويس، فرقه كويسه، بدانا الفترات الاخيره رغم ان احنا اوقات الاداء ما بيبقاش مقنع قوي، ولكن بتقدر تحقق. بتتكلم معلش على منتخب مصر ولا بتتكلم على المنتخب الاولمبي؟ لا المنتخب الاول. اوكي المنتخب الاول بالنسبه لتصفيات كاس العالم، مجموعه كاس العالم اللي احنا وقعنا فيها، انا شايفها ان هي يعني نسبيا مجموعه كويسه، ولكن طبعا زي ما قلت احنا بقالنا فتره في اتجاه ان احنا بنحقق نتائج، ولكن الاداء ممكن ما يكونش كويس قوي مطلوب. هو غينيا وجيبوتي واثيوبيا ومين تاني عشان ما بقاش ناسيه؟ هم الاربع بصراحه، ال 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 غينيا وجيبوتي بوركينا فاسو تقريبا. تقريبا بوركينا فاسو اعتقد. انا في حاجه ناسيها، هي اقواهم اللي انا شفت المجموعه اقواهم سيريالون تقريبا بوركينا فاسو. فتخيل انت بتاريخك الكبير ده اللي هو اللي هينافسك رقميا، الكوره طبعا ما فيهاش الكلام ده، ولكن احنا بنحسبها حسبه بالارقام. منتخب مصر في المجموعه دي هو اعلى منتخب اسما، ارقام، تحقيقا للبطولات، في كل حاجه. طب ده فيما يتعلق بوجود مصر في المجموعه دي تحديدا. تعال نقول ان احنا ان شاء الله هنصعد بالفعل لكاس العالم. تمام. في ضوء رؤيتك للوضع الراهن للمنتخب الاول، شايف فرصه ممكن توصل لفين في كاس العالم؟ مع طبعا بقى مش محتاجين لا الفرق الكبير قوي، هي حسابات يا كريم، بمعنى انا دلوقتي عندي هدف التارجت بتاعي الاساسي ان انا اوصل كاس العالم. بمجرد ان انا هحقق التارجت الاساسي بتاعي بيبقى ليه حسابات ثانيه في دخولي كاس عالم ولعب كاس عالم مع الاستعدادات الجيده، مع الاسماء الكبيره الحمد لله عندنا محمد صلاح باللعيبه المتميزه جدا، يقدر دلوقتي في الفترات دي وصل من النضج ان نقدر نحقق حاجه في كاس العالم، او على الاقل يبقى لنا تارجت نعدي الدور الاولاني، فمش عايز اقول نروح لبعيد، نروح دور الثمانيه، نروح دور الاربعه، وما نروحش. خلينا احنا شفنا السعوديه وارد بتروح وشفنا المغرب بتروح. وارد وارد وارد، ولكن انا عايز ابص الاول نظره واقعيه، النظره الواقعيه حاجه، ولما باجي برضو وانا ماشي مع التحقيق والطموحات بتاعتي والاصرار ممكن اعمل حاجه افضل زي ما السعوديه عملت، دي مش بعيده علينا، انما طبعا احنا ناخدها خطوه خطوه. في تصفيات كاس العالم القرعه خدمتنا بشكل كويس قوي، مع جزء بسيط من التركيز، بسيط انا شايف كده. انت المنافس المباشر بتاعك بالنسبه للاسماء دي كلها تكسبها بره وجوه بوركينا فاسو افضلهم تاريخا،
وغينيا، غينيا برضو بس غينيا مش على المستوى ان هي انت، غينيا احنا لسه ملعبينها، لسه ملعبينها في التصفيات الكاس الامم وكسبنا، عملنا الشوط الاولاني كان ماتش حلو، كان ماتش قوي، احنا كنا ملخبطين الشوط الاولاني وما سجلوا هدف، واحنا قدرنا نرجع للمباراه وكسبنا 2-1، ولكن برضو في فرق كبير، فروق فنيه كبيره جدا بيننا وبينهم، نقدر ان احنا نكسبهم باي شكل او باي صوره. يا مسهل المستويات واضحه، في الفروق الفنيه يعني رايحه لصالحنا بشكل بس بتروح المعترك نفسه بقى الوضع وضع تاني صحيح. طبعا تقايل العالم بقى بالظبط. انت بتروح كاس عالم ده موضوع تاني بقى، ده حسابات تانيه وتركيز تاني ونعمل حاجه كويسه. صحيح كابتن جمال، حضرتك دلوقتي كنت بتذكر يعني سريعا موضوع او اديت مثال بالسعوديه، وعندنا امثله كتيره مش بس السعوديه، يعني قدروا ان هم في الفترات الاخيره يطوروا جدا المنظومه عندهم. مصر كانت يعني في حته بعيد قوي عن اللي دلوقتي بنقارنهم بالاداء او الفنيات في مصر او المستوى، احنا كنا في حته اعلى بكتير. لكن لما اجي اتكلم فار بقى، اتكلم يعني خلينا نبقى يعني عندنا عدل في الكلام، بحياديه تامه. هل احنا لدينا من الامكانيات، وهتكلم كمان من الامكانيات اللي انا اذكرها الماديه اللي تقدر تمكنني ان انا اطور المنظومه عندي، لان المنظومه مش هتعلو بس او هتتطور بفنيات او كوادر جيده او تحكيم جيد، لا هي حاجه شامله، وعشان اصلا اطور ده محتاجه كمان فلوس. تمام. عشان اطور فنيات واجيب يعني كوادر كويسه واطور التحكيم واطور الفار والكاميرات والكلام ده كله، ده محتاج فلوس. تمام. واجيب صفقات ومدير فني، فالمنظومه محتاجة أمور عديدة منها المادي أو الشق المادي. الشق المادي هو اللي نجح كل ده. فأنا لما أجي دلوقتي أتكلم بمنتهى الصدق، يعني السعودية لديها من الإمكانيات، أنا هتكلم على السعودية تحديدا، حضرتك قلت السعودية بالزبط. السعودية عندها إمكانيات مادية unlimited يعني. طبعا طبعا رهيبة بدليل اللعيبة اللي جايبينها. ينقصها يمكن بعض الفنيات أو المواهب، أنا عندي على الصعيد الثاني الفنيات والمواهب، لكن ليس لدي القدرة المادية ولن يكون هناك القدرة المادية مقارنة بالسعودية. فأنا إمتى هقدر أقول أنا واصل تاني للمكانة اللي مصر كانت عليها، وأطور بقى وأحسن وأوصل للأعلى؟ خلينا نبقى صراحة، ناخد الجانب المهم او الاولاني، خليني في الشق المادي وده جانب الاهم، انما الجانب المهم الجانب الفني او التقنيات الفنيه كلها كمنظومه، بدايه من مجلس اداره الاتحاد، كوادر جيده لاداره الكره المصريه، نيجي الكوادر لاداره التحكيم المصري زي ما حضرتك قلتي، نيجي للجزء الفني، احنا عندنا المواهب وعندنا الشغل الفني في قطاعات الناشئين بشكل جيد جدا كويس، وبنقدر نطلع لعيبه متميزين على مستويات قطاع الناشئين في انديه كتير جدا، اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمقاولين وام بي، كل الانديه دي عندها كوادر تقدر تطلع الفنيات المتميزه. نيجي للجانب الشق المادي المهم قوي اللي بيساعدني على الجانب الاكبر اللي دلوقتي بتستعمله السعوديه في انتشار المواهب الفنيه بشكل كبير، وبيساعدوا على انتشارها، زي استقطاب السنه اللي فاتت استقطبوا كريستيانو، السنه دي بنزيما وكانتي واسماء كبيره جدا تقدر تفرق في الاحتراف السعودي بشكل جدا. عندهم الجانب المادي اللي هو قدر يوصل لهم الجانب الاحترافي المتميز، ان اللعيبه دي تفيد البلد بشكل كويس واللعيبه اللي حواليهم يقدروا يستفادوا منها. بس هم في المنتخب برضه هيبقى المستوى ايه؟ ما هو ما هو ده اللي انا بقوله، اللعيبه اللي هم المواطنين او اللعيبه اللي السعوديين ولاد البلد، ولاد البلد استفادوا بشكل كبير رغم ان زاد عدد المحترفين، يعني انت بتلاقي مثلا في مباراه النصر والهلال بتلاقي فرقه النصر مثلا 7 محترفين وبيلعب 4 مواطنين بس سعوديين او 5 على اقصى تقدير في كل فرقه، فبتلاقي عدد قليل، بس العدد القليل ده اللي هو متميز قوي، اللي هو عمل ايه؟ مركز قوي في شغله الفني عشان يبقى له دور في وسط ملعب، في وسط كريستيانو بنزيما. هو الاولى ان انت تجيب كريستيانو وتدفع له المبالغ الطائله دي، ولا بربع المبلغ اللي هو هياخده ممكن تقوم الناشئين بتوعك وتقوي ما دي لونج تيرم بلان بقى. ايوه ده يعني عارف في مثل يعني مش فاكر كانت ايه مفرداته، بس ما معناه يعني ايه شراء العبد ولا تربيته، في مثل كده موروث. هو ده ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. هو بيشتغلوا على خطه طويله المدى وقصيره المدى، طويله المدى اللي انت بتقولها الشغل على قطاع الناشئين، لكن قصيره المدى لا، وده شغل صفقات. لا احنا انا اشتغلت هناك مع الكابتن عادل عبد الرحمن، خدنا 5 سنين. انا بقيت خبيره والله عندهم. لا طبعا والله العظيم انا حاسه كده. لا لا لا
هلال خش المحلل الرياضي نستفيد بالكوادر المهمه دي اللي قاعده معانا. ايوه والله انا حسيت نفسي بقى يعني اتفضل يا كابتن جمال. لا حاجه حلوه. لا لا في تطور كبير صراحه. امال ايه ثلاث سنين اهو. لا لا مش كل حاجه من الاهلي اتطورت يا فندم في الفتره جت على نهاوند. لا لا الحمد لله انتوا ادم الخير كمان بطولات ما شاء الله عليك انت وكريم يعني حاجه حلوه يعني. اتفضل ربنا يوفقكم. فدي الجزئيه اللي بنتكلم فيها زي ما كريم قال انا ممكن المبلغ بربع المبلغ. لا هم اشتغلوا على الناشئين واشتغلوا بشكل كويس جدا وعندهم كواليتي خامات كويسه اشتغلنا معاها. انا كنت مع كابتن عادل عبد الرحمن عملنا نتائج كويسه قوي على مستويات قطاعه الناشئين مع فريق اولمبي وفريق ناشئين وفريق شباب في السعوديه. في السعوديه عندهم خامات كويسه لما بداوا ان هم يجيبوا الخبرات اللي من بره زي اللعيبه الكبيره دي غير ان هم ليهم اهداف تانية هم ان يكبروا البلد ويكبروا اسم السعوديه في مجال رياضي مثلا باللعيبه الكبيره. فبدات انظار العالم كله او انظار العالم العربي تتجه للسعوديه. ناس انت شوف المتابعه بقت قد ايه بالنسبه لقنواتهم بالنسبه لاذاعه المباريات. فدي بالنسبه لهم برضو افاده عشان عندهم الشق المادي. الدوري بتاعهم قوي جدا قوي جدا طبعا مفيش حاجه اسمها فرقتين بينافسوا. لا لا بقى ممتع. عندهم خمس فرق بتنافس. عندهم خمس فرق كبار النصر والهلال والاتحاد والشباب وصعد كمان الاهلي بعد ما اهلي جده بعد ما هبط السنه اللي فاتت. امكانيات ماديه رهيبه. الخمسه الكبار دول بيتسابقوا دلوقتي في احضار الصفقات الاجنبيه الكبيره جدا اللي تقوي فرقتهم ويقوي المواطنين اللعيبه اللي هتادي وتوصل يلعبوا اساسي في وسط النخبه الكبيره دي. فده جانب مادي مهم جدا احنا لو وصلنا له هنا في مصر وده لسه قدامنا شويه طبعا اعتقد قدامنا شويه كتير ولكن احنا عندنا الخامات والمواهب ولكن عايزين تحسين شويه بالنسبه للكوادر الفنيه والكوادر الاداريه ده اللي يقدر ينجح. هو ملف كبير كابتن جمال محتاج فعلا يعني كل شق فيه كلام كتير لا موضوع كبير. طبعا طبعا نتمنى الافضل في لقاء جاي ان شاء الله. انما ملخصه زي ما انت قلتي الجانب الفني التقني اللي بنسموه التقني او الفني والجانب المادي وده مهم جدا. نتمنى بقى مع تغيير اسم الدوري وطبعا اللي هو بيصحبه تعديل وتطوير كبير جدا ان شاء الله في الدوري في الموسم القادم دوري النيل اللي كان برده فيه وعود ان هيتم اختلافها وهنشوف اختلاف كبير جدا في كل حاجه افضل ان شاء الله الموسم القادم. فباذن الله نشوف اختلاف وفعلا زي ما بيتقال ونشوف نتائج على الارض برضو ولو حتى كانت البدايه يعني هنبقى احنا ماشيين بس بتمشي في الطريق السليم حتى لو خطوة بسيطة. ولو في الاول ده افضل بكتير ان انت تكون متخبط. نورتنا يا كابتن جمال بجد كالعاده والف مبروك علينا مره ثانيه. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله عقبال السوبر بقى باذن الله. حلو ونشوفك على خير باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه وباذن الرحمن نشوفكم على خير بكره باذن الله. صباح الفل.